حضور الكرام، السيدات والسادة، أهلا وسهلا بجميع الحضور والمشاركين في نشاطات الفرع الطلابي لجمعية مهندسي النفط العالمية لجامعة البصرة للنفط والغاز. نتمنى ليلة سعيدة للجميع. اليوم يتجدد لقاءنا مرة أخرى، حيث يتألق الفرع الطلابي لجامعة البصرة للنفط والغاز باستضافة المهندس السيد عامر في اليوم الثالث من التدريب الصيفي بعنوان Well Intervention Operations and Advanced Technologies. بالبداية أحب أعرفكم عن نفسي. وصف ياسين، رئيس الفرع الطلابي لجمعية مهندسي النفط العالمية لجامعة البصرة للنفط والغاز. إذا باسم الفرع الطلابي أتقدم مع خالص الشكر والتقدير للمهندس السيد عامر لقبول الدعوة وتقديم العديد من المحاضرات في هذا التدريب. أما الآن أحب أنوه، أي شخص عنده استفسار ممكن يسوي ريز هاند أو يكتب استفساره بالشات بوكس عن طريق الكومنتس باليوتيوب أو عن طريق الزوم. أخيرا أحب أنوه، راح يكون هناك كويز يخص المحاضرات الثلاثة الأولى، كويز شامل للمحاضرات راح ينزل بعد المحاضرة. رجاء من جميع المشاركين بعد ما تنزل الفورم يملوها. الكويز راح يستمر يوم كامل حتى يكون عندكم وقت مناسب تعيدون المحاضرات وتجاوبون الكويز. الآن أستاذ عامر، المايك معك، نتشرف بوجود حضرتك ويانا في هذا التدريب. الآن تقدر تباشر. شكرا جزيلا يا هندسة. السلام عليكم جميعا يا شباب. إن شاء الله احنا هنكمل الجزء الثالث النهاردة في رحلة الويل كومبليشن اوبريشن اند اكويبمنت. زي ما اتفقنا، احنا عندنا جباية مهمة جدا بتتم في البيل، وهي جباية بنقول عليها الويل كومبليشن. اتكلمنا في كل تفاصيل الموضوع، مفيش أي نقطة إن شاء الله لو أنت شفتها في كتاب أو سمعت عنها مش هتبقى عارف على الأقل تفاصيل الموضوع بتتم إزاي. الصوت بس يا شباب، معلش خلينا نأكد ان هو تمام بالنسبة لكل الناس. تمام. تمام أستاذ عامر، تقدر تستمر. فزي ما قلت لكم، الويل كومبليشن دلوقتي ان شاء الله لو انت بصيت في السلايدز اللي فاتت او كنت حاضر معانا المحاضرات اللي فاتت بالكامل، فان شاء الله وعد انت دلوقتي تقدر انت تباشر شغلك ككومبليشن انجينير على اي ريج. لو انت طلعت هناك المفروض ان مش هيكون في اي حاجه بتتم في اللوكيشن انت مش عارفها او ما سمعتش عنها قبل كده. اي حاجه هتبقى ما شفتهاش فهي هتبقى حاجه ادفانسد قوي او حاجه جديده، وصدقني هتلاقي كل اللي حواليك غالبا مش عارفينها. ف وانس ان احنا خلاص حضرنا الاجزاء اللي فاتت، احنا دلوقتي عملنا كومبليشن كامل، عملنا ديزاين للكومبليشن، عملنا تشخيص لكل المشاكل اللي ممكن تحصل في البير وعملت حسابها في الديزاين بتاع الكومبليشن. اتكلمنا عن الرانينج بروسيدر، وهي دي اللي يمكن ما بنتكلمش فيها باستمرار في الكورسات. يعني في الكورسات ما حدش بيتكلم. احنا هنخلي، بس معلش يا شباب، هنخلي الاسئله مثلا بعد نص ساعه ولا حاجه، اللي يعني نريح دقايق كده فهناخد الاسئله بعد نص ساعه ان شاء الله. فزي ما اتفقنا، الكومبليشن اوبريشن انت دلوقتي عرفت معظم تفاصيلها. السيكونس بتاعت الاوبريشن هو ده اهم حاجه، او هو ده الجزء اللي دايما بينقصنا في الدراسه الاكاديميه في الجامعات، ان احنا بندرس الويل كومبليشن فهو عباره عن اكويبمنت او تولز وخلاص، لكن انت ما بتبقاش عارف مين بيسبق مين، ايه الخطوات اللي بتتم، هل فعلا هو ده بالظبط اللي بيحصل في الكومبليشن ولا لا. احنا اتكلمنا على سبيل المثال امبارح في بعض الحاجات، زي البرفوريشن بتتم ازاي، البرفوريشن ايه الاكتيفيتيز اللي بتتعمل فيها. معانا ان شاء الله سيشن هيبقى فيها احد الزملاء ان شاء الله هيشرح البرفوريشن اوبريشن بالتفصيل، لان شفنا فيها اسئله كتير، فهيكون في حد ان شاء الله هيبقى معاكم فيها. كمان التفاصيل بتاع عمليه الويل بور كلين اب، ازاي بننظف البير، شفنا البير بننظفه لدرجه عامله ازاي، وازاي ان احنا بنعمل بن بن بنضغط او بنعمل استبدال بكومبليشن فلويد بدلا من الدرينج فلويد، ايه الفرق ما بين الاثنين زي ما اتفقنا. عمليه التنظيف دي مهمه قد ايه، وقد ايه هي بتحافظ على الريزرفوار فورميشن من ان يحصل لها دامج، وان الفورميشن تفضل فيرجن لفتره طويله، وان في شركات كمان بدات انها تطور في الكومبليشن فلويد ده، ونستخدم حاجه كنا بنقول عليها امبارح لو جارد لو احنا فاكرين، وان دي بعض التفاصيل اللي بنتكلم فيها. طيب النهارده هنبدا ان احنا نتكلم عن الرننج بتاع الكومبليشن كاكويبمنت. كاكويبمنت فانت عندك مجموعه من المواسير او البايبس او التيوبنج او تيوبيولر، كل دي مسميات لنفس الفكره. يعني ساعات في ناس هتلاقيها بتسمي الموضوع الكومبليشن سترينج، في ناس تانية هتلاقيها بتقول لك السترينج بس،
في ناس تالتة هتلاقيها بتقول لك الكومبليشن بس، في ناس هتلاقيها بتقول لك ده اسمه تيوبيولر. المهم في النهاية هي عبارة عن مجموعة من البايبس أو المواسير هتنزل البير بهدف وحيد، وهي إن إحنا هنخلق مسار للأويل أند جاز عشان هو يطلع لي على السيرفس. قسمنا الكومبليشن إكويبمنت لثلاث أجزاء رئيسية، وقلنا حاجات أساسية ما ينفعش ما تبقاش عارفها. لازم تبقى عارف التيوبنج بكل تفاصيله، مقاساته، يعني إيه جريد، يعني إيه لينس، يعني إيه دايمتر، يعني إيه سيكنس، يعني ايه الجريد، يعني كل تفاصيل التيوبنج لازم تكون عارفها. ودي من اكتر اسئله الانترفيو اللي الناس بتتسال فيها دايما. الثريدز انواعها ايه؟ ايه الفرق ما بين الثريد ده والتاني؟ ايه التيوبنج بايب نفسها شكلها ايه او مكوناتها ايه؟ اجيب لك ثلاث صور، صوره للكيسنج وصوره للدريل بايب وصوره للهيفي ويت دريل بايب وصوره الدريل كولر وصوره للتيوبنج، واقول لك عرف لي كل واحده منهم. من مجرد ان انت تشوف الصوره لازم ان انت تكون عارف التفاصيل بتاع كل حاجه. تمام؟ طيب اتكلمنا كمان ان احنا هيكون عندنا غير التيوبنج عندنا البكر. ده هيبقى جزئنا النهارده اللي هنتكلم فيه ان شاء الله بكل تفاصيل انتم محتاجينها عن البكر، او ايه اللي يهمك لسه فريش انجينير او حتى كومبليشن انجينير، ايه اللي انت محتاج ان انت تكون عارفه عن البكر. هنتكلم في بعض الاكسسوارز اللي احنا بنستخدمها في عمليه الكومبليشن، وتفنن الاكسسوارز دي هي حاجات مش اساسيه لكن لازم تكون موجوده، بستخدمها كل واحد فيهم بستخدمه لتارجت معين او لهدف معين، هنتكلم فيهم النهارده ان شاء الله. يعني نحاول ان احنا نغطيهم قد ما نقدر، ولو ان الكومبليشن اكويبمنت الواحده بيبقى كورس بنشتغل فيه اسبوع، وكل يوم 5 ايام، سوري 5 ساعات 5 ايام، فهو جزء كبير. بس يعني اسمحوا لي نحاول ان احنا نضغطه قد ما نقدر بحيث ان احنا على الاقل نكون سمعنا المسميات بتاعه الاكويبمنت دي. طيب اتفقنا ان الكومبليشن سترينج يا شباب بيتقسم لجزئين، جزء بنقول عليه الابر كومبليشن وجزء بنقول عليه اللور كومبليشن. اللور كومبليشن ده على فكره ساعات بنسميه التيل بايب. تيل بايب يعني انتوا فاهمين صناعه الاويل اند جاس صناعه امريكيه، فبتلاقيها فيها بعض المسميات الغريبه كده، تيل بايب، رات هول، مونكي بورد، ديريك، يعني اسامي اصلا تحس ان حاجات غريبه. لكن الجزء اللي تحت البكر دايما او الكومبليشن عموما، الكومبليشن من اول سطح الارض لحد الفورميشن، في عندي هنا بكر، البكر ده بيقسم للكومبليشن لجزئين، ما تحت البكر بنقول عليه اللور كومبليشن، فوق البكر بنقول عليه الابر كومبليشن. مين هو الموست كريتيكال كومبوننت فيه؟ اللور كومبليشن. ليه؟ لان ببساطه جدا في بكر، والبكر ده بيحتاج ان يتعمل له سيتنج بشكل معين، البكر ده بيحتاج ان هو يتعمل له سيتنج في مكان معين، يعني مكان محدد جدا ما ينفعش ان انا اطلع او انزل عنه. الكومبوننت فيها بتبقى كتيره شويه وكريتيكال لحد ما، لكن بعد كده عند الابر كومبليشن بيكون عباره عن تيوبنج، مينلي تيوبنج او مواسير تيوبنج متقسمه على طول البي. طيب زي ما انت شفت الكومبليشن مش مجرد تيوبنج وبكر ومول شو او واير لاين انتري جايد، لا ده في كومبوننت كتير جدا. احنا النهارده ان شاء الله هنحاول ان احنا نشوف كل كومبوننت من الكومبوننتس دي ايه الفانكشن بتاعتها، بتستخدم في ايه، ايه المسميات بتاعتها، وايه الشركات اللي بتصنعها كمان لو احنا حابين. طيب اتكلمنا عن التيوبنج بايب، قلنا ان التيوبنج هو المسار اللي الاويل اند جاز هيطلع فيه. التيوبنج من فوق بيبقى متعلق بالتيوبنج هانجر، بيبقى متعلق فوق على الكريسماس تري فوق هنا بالتيوبنج هانجر، ومن تحت بيبقى متعلق او الوزن بتاعه متشال على البكر او البرودكشن بكر. المفروض ان هو في الحالتين دايما بنحاول نخلي التيوبنج بتاعنا يكون اندر تنشن شويه، اندر كومبريشن دي هتبقى ازمه كبيره، فدايما بنخلي الكومبليشن ده سؤال من ضمن الاسئله برضو اللي بنتساله، ان التيوبنج المفروض ان هو يكون دايما اندر تنشن. اتكلمنا عن الفانكشنز بتاعت التيوبنج، يهمني جدا ان انت تبقى عارف ان التيوبنج بنحدد التيوبنج او بنعمل له سبيسيفاينج عن طريق الجريد بتاع التيوبنج، هكلمك عنه وافكرك بيه دلوقتي. الديامتر، وانك لما بتسمع ان التيوبنج 4.5 هو ده الاوت ديامتر مش الان ديامتر، لان ببساطه جدا انت عندك التيوبنج المفروض ان هو ليه سيكنس، السيكنس ده بيختلف، يعني التيوبنج ال 4.5 ممكن يبقى فيه 50 سيكنس،
بيزد على ايه؟ بيزد على الجريد. قلت لك ان في عندي تيوبنج مثلا جريد ال 80، يبقى السكنس بتاعه مختلف، فهتلاقي السكنس ده كبير 4.5، لكن مثلا جي 50 او 55، فبالتالي هتلاقي السكنس بتاعه بيزيد او بيقل. فعشان كده ما اقدرش ان انا اقول على الدايمتر ده انر دايمتر، لكن التيوبنج دايما اي قطر هتسمعه هو الاوتر دايمتر بتاع التيوبنج. طيب بعد كده اتكلمنا في الويت، وهكلمك ايه لازمه ان انا اعرف الويت. بعدين اتكلمنا في الكونكشن، ودي اهم جزء في الموضوع ده. اول حاجه كلمتك عن الجريد، وقلت لك ده هو ده الرقم ده اللي بيمثل قوه تحمل الكيسنج او التيوبنج. الكيسنج والتيوبنج على فكره هم ليهم نفس الخصائص تقريبا، ونفس كل حاجه، ونفس المسميات تقريبا كمان. طيب كلمه جريد دي بتريبريزنت الثيكنس بتاع الماتيريال، او عمليه الهيت تريتمنت اللي اتعملت للبايب دي عشان انها تديني بعض الفيزيكال بروبرتيز او الخصائص الفيزيائيه اللي بتعني تحمل البايب، العمر الافتراضي بتاعها، تحملها لل H2S وال CO2، السعر بتاعها. كل ما الجريد يزيد كل ما كان السعر بتاع البايب دي اكبر. التفاصيل دي مهمه جدا ان احنا نكون عارفينها في التيوبنج، وبنعرفها عن طريق الجريد. وقلنا ان الجريد ده هو اللي هيحدد لي فتره عمر التيوبنج والمشاكل اللي ممكن تحصل له. لو الجريد قليل فممكن يحصل لي كل المشاكل اللي انت شايفها دي، زي الكروجن وزي الاروجن وزي البين هول، مشاكل كتيره جدا ممكن تحصل في التيوبنج وانس ان هو اخترنا له جريد مش كويس. الجريد دايما بيبقى يا شباب عباره عن رقم حرف الاول وليكن جي، ورقم جنبه. الجي ده ليه معنى، وهو كميه المعدن اللي دخلت في الصناعه دي، يعني السبيكه المعدنيه اللي اتصنعت منها الماسوره دي بتتكون من قد ايه كروم، قد ايه ستانل ستيل، قد ايه نيكل، قد ايه كربون ستيل. فكل ده كل رمز من الرموز دي، يعني اهو انا عندي مثلا الاي بي اي جريد، عندي اتش 40، جي 55، كي 55، ان 80، ال 80، كيو 125، بي 110. طبعا بي 110 هي اكتر المستخدم، هي والال 80 والان 80 هم دول اكتر، وطبعا جي 55. فخلينا اقول لك ان دايما الرقم الحرف بيمثل الهيت تريتمنت اللي اتعمل، ونسبه الخلط بتاع المعادن دي عشان في النهايه اوصل للبايب اللي انا صنعتها دي. والرقم اللي جنبها اللي هو ال 55 ده بيمثل التنسايل ستريس، او قوه المقاومه بتاع البايب دي لعمليه الشد والكمبريشن وتحملها للضغط والتورك والكلام ده كله. فيا دوب بقول 55 يبقى معناها انها تتحمل 55000، يعني ان 80 بتتحمل 80000، ال 80 80000، ال 90 90000، وهكذا. ده بنسميه التنسايل ستريس. وقلنا ان كل نوع منهم بيستخدم في كونديشن معينه. في حاجه بتستخدم عشان الهاي بريشر، حاجه بتستخدم عشان الساور سيرفيس، في حاجات بتستخدم عشان الهاي سترينث والهاي كولابس، وهكذا كل واحد منهم. طيب اتكلمنا كمان ان انا في عندي كلر كودنج او كلر كود بيمثل الجريدز بتاعه التيوبنج. في عندي مثلا اللون الاخضر ده الكي، هو معظم عامه التيوبنج عموما معظمه هتلاقيه ما بين الاحمر وما بين الاخضر، ده اكتر الحاجات متداوله يعني، لكن عشان ان احنا مش هنقدر نحفظ طبعا، لكن بيكون ليه كلر كودنج نقدر نوصل له بسهوله. اتكلمنا عن الدايمتر، وقلنا التيوبنج دايما بيتراوح قطره من واحد وربع، واحد وربع بوصه طبعا، ل 4.5. طب ايه اللي اكتر من 4.5 يا شباب؟ لو جالي ماسوره قطرها اكتر من 4.5 دي نطلق عليه ايه؟ معلش حد عارف؟ كيسنج بالظبط. لا مش لاينر، اللاينر هو نوع من انواع الكيسنج يا شباب، اللاينر مجرد نوع من انواع الكيسنج بس. ماشي تمام، انا فاهم كده قصدك، انت بتتكلم ان هو ده اصغر تيوبنج يعني، تمام. بس ما تنساش ان انا على فكره ممكن يكون عندي اكتر من لاينر، ممكن يكون عندي 7 انش لاينر باي ذا واي، في عندي كيسنج 5 بوصه وما يبقاش لاينر، في عندي حاجه اسمها تاي باك ممكن تكون ما بين الاثنين، فبلاش ان احنا يعني نحددها بالملي كده، لكن خلينا نقول ان هو كيسنج. برودكشن كيسنج اوكي ممكن. فزي ما اتفقنا يا شباب ان انا عندي كل نوع من انواع امبارح انا تمام. خليني اسالكم عن حاجه اسمها الدريفت اي دي، لو في حد فاهم يعني ايه دريفت اي دي يا ريت يكتبه لنا، هيبقى الدنيا حلوه جدا يعني.
طيب فاحنا زي ما اتفقنا ان انا عندي كل نيومينال سايز او دايامتر للتيوبينج بيحدد القطر الخارجي بتاع التيوبينج، واتفقنا ان كل قطر من التيوبينج ده، يعني ايه الفرق ما بين الاربعة ونص والتلاتة ونص والاتنين ونص والكلام ده كله، هي عبارة عن الكباسيتي بتاعة البايب دي تقدر انها تتحمل فلو قد ايه. اكيوريت انسايد دايامتر مستحيل طبعا. الاي دي لا، الاي دي يعني بص كده يا هندسة، انا عندي 2 و3 تتمان، الاي دي بتاعه 1.995، الدريفت بتاعه اقل من الاي دي 1.9، نص قطر الاجزاء اللي بتدخل جوه بالظبط كده. ده القطر بتاع الحاجه اللي تقدر انها تمشي جوه تيوبنج من غير ما يحصل لها ريستريكشن. بمعنى ايه؟ بمعنى ده هو ده اكبر حاجه ينفع انها تمشي في القطر ده. يعني انا عندي الاي دي فعلا 1.995، لكن مفيش حاجه تقدر، يعني مفيش حاجه تقدر انها تدخل جوه التيوبنج ده بالظبط. فانت محتاج دريفت اي دي اللي هو اي حاجه تتحرك جوه التيوبنج من غير ما يحصل لها ستاك. طيب ايوه بالظبط، الدريفت ران، الدريفت ران ده هو ان انا همشي جوه التيوبنج الاول قبل ما بعمل اي جوبايه، بعمل حاجه اسمها دريفت ران، وهو ان انا بنزل او جيج جاتر او البلايند ران او الجيج رينج او كل دي مسميات لنفس الوظيفه، وهو ان انا بنزل الاول جوه التيوبنج بتول بسميها الجيج جاتر او الدريفت، عشان ان انا اتاكد ان التيوبنج سليم من جوه، ما فيهوش اي كولابس وما فيهوش اي ريستريكشن وما فيهوش اي مشكله. فبنسمي العمليه دي عمليه الجيج ران او دريفت ران او الجيج جاتر، وان شاء الله هنحاول هنشوفه في السيشنات الخاصه تول سليك لاين. بالظبط، بيبقى مهم جدا للسليك لاين. اتكلمنا عن التيوبنج ويت وقلنا ده بيمثل السكنس بتاع الماسوره، يعني كل ما كان الويت عالي كل ما كان السكنس بتاع التيوب دي عالي والجريد بتاعها عالي، فبالتالي هتتحمل ضغوط اكبر. نقدر نمر من خلال التيوبنج الواحد وتسعه، طبعا هيبقى اكيد التيوبنج الواحد وبوينت تسعه بيكون ليه دريفت مثلا 1.8 مثلا، فتقدر انت تعمل جوب بي ال تي، ممكن انزل دريفت قبلها. طب اي جوبايه سليك لاين او واير لاين او اي جوبايه هنزل بيها جوه البير، لازم ان انا انزل الاول بي جوب دريفت الاول، انزل الاول اتاكد ان التيوبنج سليم وان الطريق مفتوح مفيش اي حاجه بتعمل استراكشر. اي جوبايه هتتعمل في البير لازم من الاول ان انا اسبقها بدريفت ران، وبتبقى غلطه كبيره لو حد اهمل الموضوع ده. طيب تعال نتكلم بقى على التيوبنج كونكشن. التيوبنج كونكشن يا شباب هو عباره عن اضعف مكان في التيوبنج. فين انت عندك مواسير متلحمه في بعضها وصل لحد السيرفيس، اكتر مكان سسبكتد ان يحصل فيه مشاكل دايما هو ايه؟ حد ممكن يقول لي؟ اضعف مكان في السترنج بتاع التيوبنج كله، التول جوينت بالظبط، او السلد. السلد خلينا نقول السلد هو ده اضعف مكان في التيوبنج فعلا، واللي ممكن التيوبنج كونكشن او السلد بالظبط يا هندسه الله ينور. المنطقه دي يا شباب منطقه خطره جدا، لان الماسوره كلها في الطبيعي هي ماسوره عامله كده مصنوعه كلها من الحديد مسبوكه مع بعضها ما فيهاش اي مشكله، لكن بعد شويه البايب دي هتيجي تلحم في بايب تاني عن طريق سلد. فانت متخيل ان المكان ده للاسف هو ده اضعف نقطه في السترينج بتاعك، فكل ماسوره طولها حوالي 10 متر او 30 قدم بتربط في الماسوره اللي بعدها عن طريق المنظر اللي انت شايفه ده، فالمنظر ده بسهوله جدا ان ممكن يحصل فيه ليك او ممكن ان هو يحصل فيه مشكله. طيب في الوقت ده لازم ان انا اختار كويس جدا السريد او الكونكشن ده واعمل عليه تورك كويس جدا واربطه في بعضه بشكل محترم جدا، عشان كده لازم ان انا اكون عارف الجزء ده بنسميه ايه. اي ماسوره في العالم، اي ماسوره في الاويل فيلد بلاش في العالم، بيبقى ليها البادي بتاعها وليها تول جوينت. التول جوينت دي في منها شكلين، معلش ايوه خلينا نشرح على الصوره دي افضل. طيب خلينا نشرح على الصوره دي وبعدين نتكلم. دي ماسوره عاديه جدا، حد عارف ده نوع الماسوره دي ايه يا شباب؟ هل هي كيسنج ولا تيوبنج ولا دريل بايب ولا دريل كولر ولا هيفي ويت ولا ايه؟ دريل ايه؟ دريل بايب. لا 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 مش تيوبنج، دي دريل بايب.
هيفي ويت؟ لا طبعا الهيفي ويت بيبقى في النص، ليها سنم كده في النص. دريل بايب. طيب ليه دريل بايب؟ لان ببساطه جدا شكل التول جوينت، الماسوره دي الاول خليني بس اقول لك شكلها عامل ازاي او تفصيلها ايه. من اول هنا كده لحد هنا كده ده بنسميه البادي او البايب بادي. البايب بادي دي او البايب وول ده يا شباب اتصنعت في المصنع بتاعها عباره عن ماسوره حديد كامله، اتعمل لها عمليه سباكه كامله، كاستنج كامل من غير بهيت تريتمنت محترم جدا. بعد كده رحنا جبنا التول جوينت، الشكل اللي انت شايفه ده الحته دي او الجزء ده اللي فيه الثريد وفيه الحته الكبيره دي بنقول عليه التول جوينت. دي رحنا اشتريناها لوحدها كده هي والحته دي، وعملنا لهم لحام هنا كده، لحمناهم في البادي بتاع البايب. فالمنطقه بتاعت اللحام دي بيتعمل لها انسبكشن عشان اتاكد ان اللحام ده كان قوي وبتحمل، وفي نفس الوقت الشكلين اللي انت شايفهم اللي احنا قلنا عليهم التول جوينت دي والتول جوينت دي. لكن التول جوينت اللي ليها الثريد بتاعها طالع لبره، الشكل ده اسمه الثريد، ثريد السن بتاعها. الثريد ده لما يكون طالع لبره فبنسميها البن، البن او الميل. طيب وهنا الناحيه الثانيه اللي بيبقى الثريد بتاعها من جوه او سن داخلي بنسميها البوكس او الفيميل. مظبوط. طيب اللي هيحصل ببساطه جدا زي ما اتفقنا ان في انواع مختلفه من التول جوينت. التول جوينت بتاعت التيوبنج هي دي اللي بتفرق الكيسنج عن التيوبنج، عن الدريل بايب، عن الهيفي ويت دريل بايب ويلدنج تيست. طبعا بنعمل انواع كتيره. السريد اللي نوعه اي اف ده بتاع دريل بايب، نوع السريد بتاع الدريل بايب اي اف اللي هو الانترنال فلاش. التيوبنج ليه سريدات مختلفه تماما عن الدريل بايب. ايه الفرق برضه؟ الاي اف ده تقدر ان انت تربطه بسهوله جدا وتفكه كل شويه وما فيهوش مشكله، لكن التيوبنج ده للاسف بتربطه مره لو فكيته او اضطريت ان انت تفك السريد ده وتربطه من جديد الماسوره تقريبا بتبوظ، فبيبقى حساس حبتين. لكن الدريل بايب دي انا بستخدمها طول النهار عمال بفك واربط فيها، فسهل جدا ان انت تفكها وتربطها، فعشان كده بنستخدم الاي اف. طيب حد عارف يا شباب السريد بتاع بتاع الدريل بيت نوعه ايه؟ دقاق. الدليل بت السريد بتاعه حد عارف نوعه ايه؟ ريج. بالظبط يا هندسه، اللي هو ريجولار ار اي جي. لا 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 ان بي تي ايه طبعا، ان بي تي ده مستحيل محدش يقولها تاني. ان بي تي ده بنشتغل بيه في الانسترومنتيشن، النص بوصه والربع بوصه والثلاث اتمان، لكن ان بي تي ده ناشونال بايب تول دي انساها تماما، او ناشونال بايب سريد دي مستحيله. لكن هو دايما مواسير الحفر بنقول عليها اي اف، مواسير او بي اتش 6 على فكره، في نوع من انواع السلد اسمه بي اتش 6، وعندنا ريجولار ده اللي هو السلد الخاص بالتيوب التيوبينج، ريجولار ده اللي هو الدريل بيت. طيب الشكل اللي انت شايفه ده زي ما قلت لك او التول جوينت ده مهم جدا في الكيسنج. في عندي نوعين منه، في نوع اسمه انتجرال جوينت. انتجرال جوينت يعني ايه؟ يعني الجوينت دي زي دي بالظبط كده، مسبوكه او ملحومه في البايب زي ما انت شايف كده بالظبط، الماسوره جايه والسلد ملحوم فيها، والجزء اللي تحت ده هو الفيميل والجزء اللي فوق هو الميل. السلد اهو مكمل جوه مربوطين في بعض، وفي هنا كونتاكت كده ميتال تو ميتال سيل بيعمل لي احكام قوي جدا. الشكل الثاني من التيوبنج يا شباب والاكثر انتشارا هو الكابلنج كونكشن، وهو ان انا بجيب الماسوره بتبقى ميل من الناحيتين وانا بحط كابلنج كده يربط فيها بالشكل ده. طبعا والسريد ده بعد شويه هنبدا ان احنا نعرف ان احنا عندنا اكتر من سريد، وكل سريد ليه خصائص معينه وليه قوه معينه. والسريد ده في النهايه زي ما قلت لك بيعمل ميتال تو ميتال سيل كده مع البايب. رج بيكون اكبر من 3 7 و3 ارباع زي اي سايز. تمام. طيب زي ما احنا قلنا ان احنا عندنا نوعين، عندنا الابسيت وعندنا الكابلنج. تعالى كده نشوف الفيديو ده بسرعة. ده شكل السلد يا شباب اللي احنا بنتكلم عنه، بيتعمل له انسبكشن كويس جدا قبل ما بيطلع على الريك فلور وقبل ما بينزل البير، لان زي ما قلت لك لو حصل مشكلة واحتجت ان انا اطلعه من البير مش هقدر، فعشان كده بنحتاج ان احنا نعمل له انسبكشن محترم جدا قبل ما يطلع على الريك فلور. لازم اتعامل معاه طبعا في اشكال وانواع ومقاسات
حواراته كتيره جدا جدا جدا، وكل ثريد ليه خصائص ميكانيكيه معينه. الثريد ده زي ما قلت لك التيوبنج دايما بيبدا من 1 بوصه لحد 4.5، والكيسنج بيبدا من 4.5 لحد 20 انش، وعندنا الاي بي اي 5 بي هي دي اللي بتغطي المقاسات الستاندر الخاصه بالتيوبنج سايز والتيوبنج دايامتر والثريد والحاجات دي كلها، كل ده بنلاقيه في الاي بي اي 5 بي. زي ما قلت لك السردات دي ليها اسامي وليها التفاصيل، كل ده بيكون موجود في حاجه اسمها الانجينيرنج داتا بوك، كل شركه بيكون ليها انجينيرنج داتا بوك خاص بيها. يعني ببساطه خليني مثلا اوريك حاجه كده سريعه جدا. انجينيرنج داتا بوك، كل شركه من الشركات يا شباب بيكون عندها كتاب بتاعها، الكتاب ده بيكون فيه المقاسات بتاعه الدريل بايبس، السايزات بتاعتها، الميكانيكال سترينث بتاعها. على سبيل المثال خلينا نفتح مثلا دريلنج داتا هاند بوك، ده كتاب زي ما انت شايف كده بيبقى مفصل لي كل حاجه. لو انت جيت تبص عليه كده في الاول هتلاقيه بيقول لي الدريل سترينج، الكيسنج والتيوبنج والدريل بايب والكباسيتيز والانيولار فوليوم والدريل بيت سايز والداون هول موتورز والدريلنج مات، كل حاجه في الاويل فيلد هتلاقيها موجوده هنا كمقاسات. يعني خليني مثلا اوريك ببساطه كده، اول حاجه هو بيشرح الدريل بايب المقاسات المكتوبه عليها والسايزات والتفاصيل اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيها من دقائق دي. بعد كده هتلاقيه بقى بدا ان هو يتكلم عن كل جريد من التيوبنج وبتحمل ضغوط قد ايه وبتعمل بارست بريشر قد ايه وكولابس بريشر قد ايه وتفاصيل السلدات نفسها، وكل الكلام ده بتلاقيه موجود في الانجينيرنج داتا بوك. فما فيش مهندس بيكون موجود على البريمه ما عندوش الانجينيرنج داتا بوك. مثلا ده بتاع الكويل تيوبنج، لا سيبك منه. عندنا مثلا بتاع ويذر فورد من الكتب المحترمه جدا جدا، اهو هتلاقي فيه كل التفاصيل بتاعت الموضوع ده. هتلاقي ممكن الاي هاند بوك، لا طب الاي ريد بوك، ايوه الاي ريد بوك ده بتاع شركه هاليبرتون. بص كده على سبيل المثال لو انا جيت اشوف الويل بور جيومتري، لا دايمنشن، ايوه هو ده. لو انا جيت فتحت الكتاب ده اقدر ان انا ببساطه جدا اختار هل انا عاوز اتعامل مع كيسنج ولا اتعامل مع كويل تيوب ولا مع دريل بايب ولا مع تيوبنج. تعال نشوف التيوبنج، انا عاوز اتعامل مع تيوبنج انهي تيوبنج انا محتاج ان انا اتعامل معاه. انا محتاج ان انا اتعامل مثلا مع تيوبنج 4 بوصه. طيب التيوبنج ال 4 بوصه ده انا عاوز اتعامل مع جريد على سبيل المثال ان 80. طيب ال ان 80 ده الويت بتاعه قد ايه؟ لازم ان انا اكون عارف الويت، وليكن 13.4. طيب السايز بتاعه الاي دي بتاعه 3.34، والدريفت اي دي 3.2، والانتجرال جوينت بتاعته اهي، والكولابس بريشر بيحصل له كولابس او بيتدمر عند 12000 بي اس اي، والانترنال ييلد بتاعه هيبدا شكله يتشكل او يحصل له تغير في الشكل الهندسي بتاعه عند 11550 بي اس اي، وهكذا. تقدر ان انت بقى زي ما انت شايف كده تجيب كل تفاصيل كل الاويل فيلد تولز من اول الكويل تيوب والكيسنج والدريل بايب والتفاصيل دي كلها. طيب اقدر كمان ان انا احسب الكباسيتيز بتاعت الاكويبمنت دي. فعندنا هاليبرتون عامله كتاب، وشلمبرجير عامله كتاب، وكل واحد فيهم تقدر ان انت تدخل تدونه بسهوله في كل التفاصيل بتاعت التولز والاكويبمنت دي. وانا بعمل الكومبليشن لازم ان انا اكون عارفها ومتابع التفاصيل دي. هحاول ان انا ارفع لكم كتاب منهم ان شاء الله مع المحاضره دي. طيب زي ما قلت لك التيوبنج بيكون ليه مقاسات، التيوبنج بيكون ليه سلدات معينه، والكيسنج بيكون ليه سلدات معينه. اشهر انواع السلدات اللي مستخدمه زي ما انت شايف شكل السلد، البيتش عامله ازاي، او المسافه ما بين السلد والسلد، السنه والسنه المسافه بينهم بنقول عليها البيتش، الانجل بتاعت كل سنه بتكون عامله ازاي، نظام لحام كل سن في الثاني بيكون عامل ازاي، كل دي تفاصيل الاي يو اي. جميل، الاي يو اي انا مش كاتبه، تمام. المهم ان احنا عندنا مثلا النيو فام والفام توب هم الاكثر استخداما في العالم، الاس تي سي والال تي سي والبي تي سي اللي هو الباتريس برضه من الحاجات المشهوره، الاي يو اي اهو يا هندسه، والان اي الان يو اي، كل دي اسامي المفروض ان احنا بنبقى حافظين معظمها. يعني انا على سبيل المثال عارف ان في حاجه اسمها النيو فام، عارف حاجه اسمها الفام توب، عارف حاجه اسمها الاي يو اي، عارف حاجه اسمها ال ان يو اي، عارف حاجه اسمها الاس تي سي،
الال تي سي، كل دي اسامي بتاعه سلدات. طيب الفرق ما بين كل واحد والتاني هو عباره عن شكل السلد، نظام لحام السلد في التاني، التورك اللي اقدر ان انا اخده. الفان توب كروم، الفان توب ممكن يكون كروم وممكن يكون كربون ستيل، يعني الفان توب مش دايما بيكون كروم، هو لا الفان توب ممكن هو يكون يعني لا الكيسنج ممكن ان احنا بيكون ليه بعض السلدات التانية. يعني مثلا اكتر كيسنج السلدات المعروفة جدا في الكيسنج هو الباتريس، اللي هو البي تي سي، الانجلو، يعني في كذا سلد اهو، البي تي سي او الباتريس هو اكتر المستخدمين في الكيسنج. طيب فزي ما اتفقنا يا شباب ان انا بيكون عندي جريدات، والسلد ده المفروض ان هو نظام داخل كده، فكل ما كانت القوه دي كبيره او السنه دي حاكمه مع الثانيه فبيقدر ان هو ياخد تولك اعلى. طيب اتفقنا ان احنا عندنا اطوال للتيوبنج، قلنا ان احنا عندنا اطوال تقريبا الاويل فيلد تيوبلر دايما بتتراوح من 28 ل 32 قدم، هو ده الرينج الطبيعي، لكن ممكن في وقت من الاوقات احتاج ان انا استخدم باب جوينت او مواسير اقصر شويه، طولها ما بين 2 و3 و4 و5 و10 و12 قدم، فكل واحد فيهم بيكون ليه بستخدمه مينلي عشان انا اعمل سبيس اوت، او ان انا عشان ان انا اظبط المقاسات بتاعتي. الابارت زي ما اتفقنا مش دايما 1300 متر، لا ده ممكن يبقى 1312 ونص، طب هتجيب النص ده منين وهتجيب الاثنين قدم الزياده دول منين، فالموضوع بيختلف شويه، خصوصا ان الاطوال بتاعه التيوبنج اللي في البير مش ستاندرد، زي ما قلنا ان انا بيكون عندي ماسوره ما بين 8 ونص قدم لحد 10 ونص او 9 ونص سوري متر، فالمسافات الفروقات دي ببدا ان انا اعدلها في الاخر عن طريق ان انا بستخدم باب جوينت زي ما انت شايف كده، تلاقي مثلا دي ماسوره اهي 2 و7 تتمان، ده بيمثل القطر الخارجي بتاعها، اي يو اي السلد بتاعها، جي 55 الريتنج بتاعها، 12 20 او متر 220 مللي ده الطول بتاعها، وهكذا 2 و7 تتمان اي يو اي 55، كل ماسوره منهم هتلاقي مكتوب عليها كل تفاصيلها، هو ده اللي احنا بنقول عليه ان احنا بنعرف في التيوبينج كقطر خارجي كسريد كريتنج كديستنس، هو ده بالظبط. بص على دي هتلاقي نفس الكلام، مش هتلاقي فيه كلام مختلف اكتر من شويه كلام يعني ايه مش مهمين هنا مثلا. وطبعا ده شكل التول جوينت اللي انا بكلمك عنه، هو ده الكابلنج او التول جوينت الموجود. وفكره ان يعني انا عندي اهو تيوبنج بيجي في الطبيعي ميل وميل، يمكن دي معلومه جديده بالنسبه لبعض الناس، بيجي ميل وميل، والتول جوينت دي او الكابلنج ده انا بركبه، في ناس بتركبه في الليج لوكيشن، وفي ساعات بيجي من المصنع متركب جاهز. زي ما انت شايف كده هو كاتب كلمه دريفتد 2.867، يعني هو عمل له اصلا في المصنع دريفت، واي مشكله هتحصل دلوقتي هتبقى حصلت نتيجه الترانسفير او عمليات النقل والكلام ده. الويت بتاعه 9.2 باوند بير فوت، الجريد بتاعه ال 80، السرد بتاعه مش عارف ده ايه السرد ده، المقاس بتاعه 3.5، ده التيوبنج الخارجي. تمام، ده شكل مواسير التيوبنج يا شباب. زي ما انا قلت لك عندي الماسوره بتبقى ده البادي بتاعها، وده الكابلنج اللي بيكون موجود. طيب العلامه البيضاء اللي انت شايفها دي معناها ايه؟ حد عارف؟ في علامه كده بتبقى مدهونه بقلم ابيض كده او بريميوم او جريت صالحه للاستخدام. اوكي بالظبط، هي من الاخر هي بتمثل لي ان في انسبكشن اتعمل عليها وفي حد بص عليها فعلا وعمل لها. طبعا المواسير شكلها قديم مش جديد، فبنقول عليها المواسير اللي ما بتبقاش بالظبط بعد الانسبكشن، المواسير اللي ما بتبقاش جديده اللي لسه مش زي دي. يعني بص كده شكل المواسير دي، دي مواسير لسه جايه من المصنع بتاعها ما نزلتش الابار قبل كده، لكن دي مواسير طلعت من الابار، كنت عملت لها ورك اوفر مثلا وطلعتها من البير ووديتها يتعمل لها انسبكشن وتشاف هل هي صالحه للاستخدام ولا لا، فدي كده اوكي، دي بنسميها مثلا جريد 1، لو هي بايظه وفيها مشاكل بنسميها جريد 2، لو هي لسه زيرو بنقول عليها بريميوم او ستاندرد. طيب ده شكل التيوبنج زي ما قلت لك. طيب انا دلوقتي زي ما قلت لك زي ما قلنا ان احنا عندنا ممكن ان انا في البير الواحد على سبيل المثال ابدا البير بتيوبنج قطره 4.5 بوصة فوق على السيرفس،
وبعد شويه احتاج ان انا اكمل البيل ب 3 ونص، انزل تيوبنج 3 ونص. ازاي هربط الماسورتين دول في بعض يا شباب؟ هعرف اعمل الموضوع ده عن طريق حاجه اسمها الكروس اوفر. الكروس اوفر، وساعات هتلاقيه مكتوب كده في التالي اكس اوفر. اكس اوفر او كروس اوفر هو عباره عن وصله صغيره جدا من الاخر، هي ادابتور. الادابتور ده فايدته الوحيده ان هو بيعمل لي عمليه، عارف، بيوفق راسين في الحلال، بيوفق ماسوره قطرها 4 ونص مع ماسوره 3 ونص. طيب فتلاقيني من تحت مثلا هنا دي شكلها كبير، يبقى ده بوكس مقاسه 4 ونص والثريد بتاعه مثلا اس تي سي، ومن فوق 3 ونص وبوكس برضو بوكس 3 ونص ومثلا اي يو اي. فكل واحد من دول زي ما انت شايف برضو هنا، ده بن بس صغير وده بوكس بس كبير، ده نوع سلد مختلف عن ده. فالكروس اوفر دايما هو ده اللي بيعمل لي كونتينيوتي لعمليه التوافق ما بين دريل بايب ودريل بايب تانيه، ما بين تيوبنج وتيوبنج تاني، ما بين تيوبنج مقاسه كبير مع تيوبنج مقاسه صغير، المهم انها حلقه الوصل اللي هتوصل الاثنين دول ببعض. الدنيا تمام يا شباب ولا في مشكله؟ طيب الصورة دي أنا تمام شفتها أستاذ، عجبتني جدا. واضح. نستقبل أسئلة الآن تحب لو يا ريت نخليها يا ريت بالنهاية؟ لو في حد عنده أسئلة يا شباب ممكن إحنا نقف دقيقة. تمام، رافد من البداية راد يسأل صراحة، تقدر تتفضل تمام. رافد. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام يا هندسة، أهلا وسهلا. أستاذ عندي السؤال عن المحاضرة السابقة، عن محاضرة البارحة. تفضل تفضل. التثقيب، أنا مثل أريد أثقب منطقة مثل الساندستون أو الدولومايت أو اللايمستون، هاي جميل. المسافة هم أنا يعني محسوبة، يعني أريد أثقب مثل 200 متر أو 300 متر، هاي شلون أعرف أنا ثقبت هاي ال 200 أو شلون أعرف ثقبت هاي ال 300 أو جميل جدا. هاي ال 200 بيها جزء أويل ضعيف أو أويل كمية كافية، شلون أعرف هاي؟ جميل تمام. طيب احنا هندسه زي ما اتفقنا قبل كده ان احنا واحنا بنعمل البرفوريشن ده بيبقى جوبايه خطيره جدا، بتحتاج مننا ان احنا نكون عارفين احنا رايحين نعمل ايه. تمام. طيب البرفوريشن، عشان ان انا اعمل برفوريشن لازم ان انا الاول بنزل البيت زي ما قلنا بنوع من انواع الويل لوجينج. الويل لوجينج ده بيعمل ايه؟ بيحدد لي شكل الفورميشن بالظبط. بننزل بنوع معين من اللوجينج عشان ان انا اتاكد المكان اللي انا فيه ده فين بالظبط. لو تفتكر ان احنا عندنا زي ما قلنا ان احنا عندنا الطبقات اللي دايما فيها الاويل اند جاز بتبقى ما بين الساند والدولومايت واللايم ستون والصخور اللي هي دايما صخور رسوبيه. طيب الشيل ده مستحيل يبقى فيه اويل اند جاز، او حتى اذا كان فيه انكونفشنال اويل اند جاز، عشان في حد هيقول دلوقتي ان فيه كونفشنال اويل اند جاز دلوقتي او انكونفشنال، بيبقى فيه في الشيل اويل اند جاز موجودين في طبقات الشيل. طيب فانا بنزل بنوع معين من الويل لوجينج، بتبدا انها تقول لي طبقه الساند دي بتبدا فين وبتنتهي فين. اذا كده انا حددت الخزان بتاعي، ده اول حاجه الجاما راي بالظبط. انا دلوقتي نزلت الاول بجاما راي اهو، عشان ايه؟ عشان الجاما راي هتحدد لي بدايه الطبقه دي فين والطبقه دي فين، اعتمادا على ايه؟ اعتمادا على عمليه بالظبط الجاما راي، عباره عن درجه الاشعاع بتاع الصخر ده. الصخر الساند ستون مش مشع، الشيل فيه درجه اشعاع معينه، انا بقيس درجه الاشعاع دي واحدد اذا كان عندي شيل ولا اذا كان عندي ساند ستون. طيب بعد كده بعمل ايه؟ بعد كده بنزل بلوج اسمه الكيسنج كولر لوكيتور، اللي عنده المقاس او عنده المسافه بالظبط اللي بتكون فيها اللي انا بكون عارف فيها الدبس اللي انا عنده. بنزل اعمل حاجه اسمها كورليشن بجاما راي سي سي ال، لان توجد مواد مشعه في الصخور موجوده بها تيوبنج ايضا جانس بالظبط. فبنزل احدد المكان عن طريق الجاما راي سي سي ال لوجينج، بيبقى موجود في الجن اللي نازله اصلا، وعند مكان معين ببقى انا عارفه كويس جدا بعمل كورليشن وابدا ان انا اعمل الشوتنج بتاعي في المسافه اللي انا عاوزها. بقف عند اللوكيشن اللي انا عامل حسابي عليها. ايوه هو ده الفيديو اللي احنا اتكلمنا فيه امبارح يا شباب، لما انا قلت لك يا هندسه ببساطه ان واحنا نازلين في معانا لوج كده جزء صغير كده من الجن او البرفوريشن جن بتكون فيها بتكون فيها جاما راي سي سي ال لوجينج تول. بتنزل وانا نازل بتعمل كورليشن اهو،
بتبدا انها تقول لي والله الجمري دي بتبين ان انا دخلت في طبقه الساند كده، طول ما انا على الشمال فانا في طبقه الساند. بنزل تحت واكد تاني على الموضوع، طبقه الساند غالبا هي اللي كانت تحت دي، عملنا بالفوليشن. اطلع فوق تاني، هيطلع يعمل بالفوليشن لطبقه كمان، وهكذا اقدر ان انا اعمل بالفوليشن للطبقات اللي انا عاوزها كلها بيزد على اللوج اللي انا عملته ده. فعن طريق الويل لوجينج اقدر ان انا احدد الموضوع ده بالظبط. السي سي اللي بيحدد الحد الفاصل بين الطبقات او نوع الصخور اصلا، اذا كنت في شيل ولا في كاتنج ايفالويشن، يعني كاتنج ايفالويشن بس ده بيبقى في مرحله الحفر. اسئله تانية يا شباب؟ استاذ عامر اكو سؤال باليوتيوب يقول ما المقصود بعمليه الورك اوفر؟ اتفقنا ان الورك اوفر هي عمليه بتتم الهدف الرئيسي منها. تمام يا هندسه هبعته لك حاضر. الورك اوفر هي عمليه الهدف الرئيسي منها يا شباب هو ان انا اعمل عمليه دخول على بير بينتج. عندي بير بينتج او بير حصل فيه مشكله ومحتاج ان انا ادخل البير ده عشان ان انا احل المشكله اللي حصلت فيه، عن طريق ان انا بقتل البير، بعد كده بنزل بسليك لاين او باي لاين او بكول تيوب او بسنابنج يونت او بريتريف تيوبنج من البير خالص، وابدا ان انا اعمل عمليه ريميديال اكشن او عمليه معالجه للبير ده. طيب في حد بيسال عن حاجه اسمها الماركر سب، او ساعات بنسميها هندسه البيب تاج. البيب تاج ده بتكون نوع معين من المواد مشعه ليها يعني درجه عاليه جدا من الاشعاع، بحطها عارف بالظبط كانها كده يعني ايه مطب في الطريق عشان ابقى عرفت ان انا بالظبط وصلت عند البيت ده او عند المكان ده. فهي بالنسبه لي بفضل لازق اللوجنج تول لحد ما باجي عند البيب تاج دي، بتلاقي الجاما ري القيمه بتاعتها زادت جدا، القرايه بتاعت اللوج زادت جدا جدا، فافضل ان انا اعرف اللوكيشن اللي انا موجود فيه. اسئله ثانيه يا شباب؟ بالظبط الماركر سب بيكون فيها مواد مشعه من الجاما ري. تمام استاذ، عندنا سؤال من محمد تقدر تفضل. السلام عليكم استاذ. نعم طيب. وعليكم السلام، اهلا وسهلا استاذ. بقول عندي سؤال بالنسبه للكروس اوفر، انت ذكرت ان تجمع بين الديفرنت سايز. تمام اتفضل. يعني تعمل استابلشمنت يعني بين التيوبنج والكيسنج، هل معلش عمليه الدرينج؟ محمد بس مرخصتك محمد، بس صوتك غير واضح، يا ريت انه تحاول يكون واضح اكثر او تعلي صوتك. معني استاذ اتفضل. قلت لك بالنسبه للكروس اوفر انت تمام تستخدم كاد اوبشننج يعني بين التيوبنج والكيسنج الدريل سترنج بصفه عامه. لا مش بين التيوبنج والكيسنج، الحفر. ما بين ماسوره التيوبنج وتيوبنج او كيسنج وكيسنج او دريل بايب ودريل بايب. اوكي في الدريل بايب، خلينا في الدريل بايب. بالنسبه للدريل بايب يعني انت هل تحتاج انك تحفر بديفرنت سايز من الدريل بايب في وقت واحد؟ طبعا ببساطه جدا يا هندسه. خليني اقول لك على حاجه المفروض انت هتفتكرها دلوقتي على طول. الشيء القارب، بص يا باشا، احنا عندنا دلوقتي واحنا شغالين بنعمل حفر، واحنا بنعمل حفر بيبقى عندي ايه؟ بيبقى عندي دريل بيت مقاسه كام؟ 8.25. فوقيه على طول بيت صب. فوق البيت صب ده دليل كولر قطره 9 بوصة. بعد الدليل كولر ده المفروض ان انا هستخدم 10 دليل كولر مثلا مقاسهم 9 بوصة. بعد شوية محتاج ان انا اصغر بقى القطر ده واستخدم حاجة تانية زي الهيفي ويت، هيفي ويت دليل بايب مقاسها 5 بوصة او 4.5. طيب هنقل ازاي بقى من 5 بوصة ل 9 بوصة؟ لازم يكون عندك كروس اوفر هنا في المكان ده عشان ان هو يقدر ان هو يعني بين اتفضل يعني بين الدريل كرر والدريل بايب او الهيفي ويت دريل بايب، يعني مش في مثلا مش في الدريل سترينج فوق. لا ممكن في الدريل سترينج فوق، خليني اكمل معاك. بعد شويه انا عاوز انقل دلوقتي من مواسير الهيفي ويت دريل بايب الخمسة بوصه اهو، ده هيفي ويت دريل بايب اهو. بعد شويه عاوز انقل من هيفي ويت دريل بايب، عاوز انقل ليه ماسوره حفر 3.5، في مواسير حفر 3.5، فبالتالي برضه هنقل تاني بكروس اوفر من 5 ل 3.5.
بعد شويه والله انا قررت ان انا مثلا هستخدم دريل بايب 2 و7 كتمان في ماسوره كده تقريبا على ما افتكر. فانت كل ما بتنقل من سايز لسايز بسيطه قوي، بلاش ان انت هتعمل كده. عندي السريد بتاع الهيفي ويت دريل بايب ده مثلا، نوع السريد بتاعه انجلو، وعندي السريد بتاع الدريل بايب اي اف، وهما نفس السايز، ده 4.5 بوصه وده 4.5 بوصه. لازم كروس اوفر لازم يختلف برضه التريد تبع التريد. بالظبط، لازم كروس اوفر في كل الحالات. فكروس اوفر دايما هو اللي بيوفق لي اي حاجه مع اي حاجه، عاوز ثريد مع ثريد، الدريل كولر بيكون اي اف طبعا، الثريد بتاعه بيكون اي اف بالظبط. فعاوز اوفق ما بين الاي اف وما بين الريجولار، اروح اجيب كروس اوفر. عاوز اوفق ما بين 3.5 بوصه مع 4، هو ما بيفرقش معاه على فكره مين اللي بيركب عليه. يعني هو ما يفرقش معاه مين اللي هيبقى موجود، هو اللي يفرق معاه حاجه واحده، نوع الثريد. وعلى فكره بتبقى دايما الحاجات دي بتبقى سبيشال، بيتعمل لها اوردرنج سبيشال جدا يعني. تمام واضح. تمام يا دكتور. طيب نكمل يا شباب. تمام استاذ زي عمر، ما انت عاش ايدك استاذ. بس اتفضل ملاحظ، اتفضل. بس نسبة الشحن الخاصة بالكمبيوتر مالتك صارت أقل من 40، إذا تحب تربط الشاحن حتى لا يطفى الكمبيوتر. لا لا ما تقلقش، الشاحن معايا ان شاء الله تمام هيكمل تمام عادي باذن الله. تمام ممتاز، تقدر تستمر لا هو استاذ. بيتنا كلنا. طيب تمام فزي ما قلت لكم يا شباب، الفكره كلها دلوقتي اللي بتحصل ان انت عندك هو ده شكل الجيل بتاعنا اللي احنا حفرناه واللي احنا دلوقتي نزلنا له كيسنج. زي ما انت شايف كده، عندي مثلا ده وليكن ده الكيسنج ال 20 انش. بعد ال 20 في الكيسنج ال 13 و3 تتمان، جواه 9 و5 تتمان، جواه 7 انش، جواه 5 انش كيسنج، بعدين 2 و7 تتمان، وهكذا. ده الشكل بتاع الجيل بتاعنا اللي بيبقى في النهايه ما بين كل كيسنج والتاني، بيبقى فيه اسمنت، هنا اسمنت، هنا اسمنت، هنا اسمنت. فالبيل بتاعي بيبقى دايما بالشكل ده، وده هو ده الشكل بتاعه. طيب احنا كده خلصنا التيوبنج، نبدا ان احنا نتكلم عن البكر. البكر طول مهم جدا 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 في البيل. مهم جدا ان البكر ده اكون عارف الكومبوننت بتاعته، اكون عارف ان هو بينزل البيل ازاي، بيتعمل له سيتنج ازاي. الهدف الرئيسي من البكر يا شباب هو ان هو يعمل لي بريفنت اني موفمنت للريزرفوار فلويد، ان الفلويد اللي موجوده جوه البيل هنا ما تقدرش انها تدخل للانيولس. وفي نفس الوقت بيشيل التيوبينج، فهو شايل وزن التيوبينج من ناحيه. من ناحيه تانية في سيل اليمنت او جزء مصنوع من الرابر او الكاوتش او الاليمنت كده بلاستيك هنا، عشان هو يمنع الليكج او يمنع الريزرفوار فلويد من انها تدخل للانيولس. بيسمح لان الفلويد يمشي بس في مسار واحد زي ما اتفقنا، وهو تيوبينج. بيديني فرصه ان انا اقدر ان انا اخزن الكومبليشن فلويد او البكر فلويد اللي موجود هنا ده. ساعات احنا بنسمي الكومبليشن فلويد كبكر فلويد اللي موجود هنا كده في الانيولس، فبيبقى موجود في المكان ده، اقدر اعمل بيه زونال ايزوليشن. وافهمك بعد شويه يعني ايه زونال ايزوليشن. من غير البكر هيبقى التيوبنج هايم كده في الملكوت، مفيش حاجه شايلاه. الفلو اللي طالع من البيل اللي يخليه يمشي جوه التيوبنج الضيق ده لما هو يقدر ان هو يمشي جوه كيسنج اوسع. ف التيوبنج البكر هو اللي بيمنع لي كل الحاجات دي، هو اللي بيمنع لي اصلا اي اكسيال موفمنت للتيوبنج. طيب البكر زي ما انت شايف هو ده الشكل الحقيقي بتاعه. البكر ده بيبقى عباره عن ماسوره زي ما انت شايف كده. بتبقى بتتعرف ازاي؟ بتتعرف من الشكل، الجزء ده والجزء ده. الجزء ده بنسميه الدايس او السليبس او الدوجز ساعات، يعني بنسميه ساعات دايس او سليبس او دوجز. والجزء ده بنسميه الباكينج اليمنت او الرابر اليمنت. و من تحت بيبقى مربوط عادي جدا في ماسوره تيوبنج بكروس اوفر، ومن فوق بيبقى مربوط برضه في ماسوره تيوبنج بكروس اوفر. فهو بتبقى وصله عاديه جدا موجوده في النص في التيوبنج. طيب لما بيتاكتف او لما بيشتغل، طبعا وهو نازل البيل بيبقى نازل السليبس دي مقفوله والباكنج اليمنت مقفول. اول ما بوصل عند الدبس اللي انا عاوز ان انا اكتفه عنده او اشغله، فببدا ان انا اعمل حركه معينه. هوري لك الحركات المختلفه لعمليه السيتنج بتاع الباكر ده. فيبدا السليبس دي تخرج من مكانها تفتح عشان تعض في الكيسنج زي ما انت شايف كده. هو ده السليبس بيطلع يعمل ميتال تو ميتال هانج، وده اقوى انواع التعليق او اقوى انواع السيلينج، هو الميتال تو ميتال سيل. وفي نفس الوقت كمان عشان اضمن مور ديورابيلتي او ان انا امنع ان يحصل فيه اي ليكج، فببدا ان انا اكتف الرابر اليمنت كمان.
طيب خليني بقى نمشي على الكومبوننت بتاع الباكر. عندي الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت بنسميهم السليبس. السليبس ده المفروض ان هو ده اللي هيعض في الكيسنج زي ما انت شايف، هو ده اللي هيعمل ميتال تو ميتال هانج. وعندي الجزء الثاني اللي هو الباكينج اليمنت او الرابر، هو ده اللي هيعمل لي سيلينج اجينست. يبقى واحد هيعمل لي انكورنج. انكورنج يعني هو ده اللي هيشيل الكيسنج وهيثبت الباكر في مكانه. والجزء الباكينج اليمنت ده هو ده المسؤول عن الليكج او عمليه السيلينج اللي يتم. طيب الباكينج ده بيبقى مصنوع من الرابر او مصنوع من النيترايل. النيترايل رابر ده بيبقى نوع معين بيتحمل حرارات عاليه وضغوط عاليه واسيدز. ودايما مشاكل الرابر يا شباب بتبقى خاصه بالحراره، كل ما الحراره تختلف فبيبدا ان يحصل تشينج في الفيزيكال بروبرتيز بتاعت او الكيميكال بروبرتيز بتاعت الرابر. فعشان كده الحراره البير هي دي اللي بتاثر في الجزء اللي هو الرابر ده. عشان كده بيبقى فيه باكرز مخصص للهاي بريشر هاي تمبريتشر، والحاجه كده بنسميها الهاي بريشر هاي بريشر هاي تمبريتشر ويل. دي بيبقى لها نوع معين من الكومبليشن او شكل معين من الكومبليشن. طيب الباكرز اللي موجود في الاويل فيلد نوعين، نوع اسمه البيرمننت ونوع اسمه الريتريفابل. البيرمننت ده هو ده اللي هينزل البير، وللاسف ما تقدرش تطلعه من البير الا ما تكسره. بيرمننت هو دائم. مميزات ان هو يعني بيتحمل حرارات عاليه وضغوط عاليه وصعب جدا يحصل له ليكج، كل مميزاته حلوه. لكن مشكلته لو قررت ان انت تطلع السترنج من البير او تعمل ورك اوفر، يو هاف تو دامج البيرمننت باكر، لازم ان انت تكسره او تنزل تعمله عمليه بنسميها الميلينج، وهوري لك شكل الميلينج بيتم ازاي. لكن في عندي نوع تاني بقى كده، عارف اللي هو بتاع السوق اللي هو الريتريفابل ده، احنا بنستخدمه عشان يعمل لي عمليه هانج، هيديني كل الخصائص اللي احنا عاوزينها. السي اي بي بي مش عارف هندسه ده معناه ايه. لكن الريتريفابل ده ليه ميكانيزم تاني، واقدر ان انا اطلعه من البير وانزله البير بسهوله جدا ومفيش فيه مشاكل. البيرمننت طبعا بيتحمل ضغوط عاليه جدا. بعرفه بالذات منين؟ من بيكون ليه اثنين سليبس، سليبس فوق وسليبس تحت، او دايس فوق ودايس تحت، والباكينج اليمنت بيكون في النص. فهو ده بنقول عليه البيرمننت باكر. بيتحمل ضغوط عاليه جدا، سعره رخيص قوي 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 كبيرمننت. زي ما قلنا ال بيتحمل ضغوط لحد 15000 بي اس اي وحرارات لحد 500 فهرنهايت، وهو الاكثر استخداما في العالم عشان رخص سعره. النوع الثاني اللي هو ريتريفابل او اللي هو يمكن ان انا اطلعه من البير، بيكون بسليبس واحد وباكنج اليمنت واحد بس، ما بيحتاجش تكسير. طيب تعالى اوريك بقى، لو انا حبيت اطلع البيرمننت لازم انزل احفره. طيب احنا كده اتفقنا ان انا عشان ان انا احرك البيرمننت باكر لازم ان انا اعمل له عمليه ميلينج عن طريق الميلر اللي انت شفته ده. طيب الباكر بقى بيتسيت ازاي يا شباب؟ عندي فيه انواع كتيره جدا. الميلينج اقل من شهر، لا الميلينج ده ممكن يومين، حسب يعني حسب ما انت شغال بدقه عامل ازاي وحسب الكونديشن اللي عندك. لكن ممكن احنا في يومين بنعمل ميلينج للباكر، وممكن مش عاوز اقول لك ساعتين. يعني بتحفر عادي جدا بالورك اوفر عادي جدا جدا، وممكن انزل احفره كمان بكل تيوب لو انا عاوز. طيب الميكانيكال والهيدروليكال والالكتريكال سيت، كل دي انواع من انواع السيتنج بتاع البكر. ازاي ان انا اكتف البكر اللي انا نزلته البيل ده، ازاي اخلي السليبس دي تطلع من مكانها عشان تعض في الكيسنج، وازاي ان انا اخلي الباكنج ده يطلع. خلينا نشوف الفيديوهات. اول حاجه، في حاجه اسمها الميكانيكال سيت. كلمه ميكانيكال بكل بساطه، ميكانيكال معناها حاجتين، لا كومبريشن لا تنشن. فشوف اللي دلوقتي انا عندي فيه بكر اهو نزل البير. البكر طبعا نازل متعلق على ايه؟ على تيوبنج او على دريل بايب. وصلت للدبس اللي انا عاوزه عن طريق حركه ميكانيكيه معينه عباره عن روتيشن او حركه دواره، وعن طريق حاجه اسمها السلوت اللي هنا ده او الجي بن اللي موجود هنا ده. بص كده لما هيعمل روتيشن بعد دقيقه ايه اللي هيحصل؟ عمل دلوقتي شد لفوق، عمل تنشن، وبعدين عمل روتيشن، البن ده خرج من مكانه كده، خلاص الاكتيفيشن ميكانيزم او الزناد اتغير. عمل كومبريشن، اول ما هيعمل كومبريشن شوف الكون ده هيعمل ايه.
دخل فتح السليبس، خلى السليبس دلوقتي عض في الكيسينج. بص بقى كده كمان على الباكينج اليمنت، اول ما هيعمل كومبريشن اكتر ايه اللي هيحصل؟ بيعمل كومبريشن اهو لتحت، عمل سي كده خلاص، المفروض ان الاكتيفيشن ميكانيزم اتعمل في البكر ده. طيب ده كنا بنقول عليه الميكانيكال ست. شوف كمان الفيديو ده، ده بنسميه السيتنج ميكانيزم يا شباب. شايف الكون بيعمل ايه؟ بيعمل فورسنج للسليبس دي انها تمسك في الكيسنج اكتر. شايف الجزء الثاني اللي هو الجزء الرابر. دلوقتي خلاص هو قرر ان هو يطلع من البيوت، فبسهوله جدا عشان هو ريتريفابل خدته وطلع، بنسميه عملنا اوفر بول على الكيسه. النوع الثاني من عمليه السيتنج ان انا ممكن اعمل سيتنج للبكر، كيف اعرف انها مسكت؟ ان انا بس الاوفر بول، ان انا بحاول اطلع بلاقيها بدا ينتش معايا، انا عارف الوزن بتاع السترنج قد ايه، مرات ننزل بالروتري شو، تمام. ده نوع من انواع السيتنج ميكانيزم عن طريق الروتيشن، بعرف انها مسكت يا هندسه لان انا عارف وزن السترنج وانا نازل كان 50,000 باوند، ودلوقتي لما جيت شلت السترنج وجيت طالع من البير لقيته بقى 52 55 الف باوند، يبقى انا كده خلاص ان انا مسكت تحت. تعالى نشوف بقى لو انا عاوز اعمل له سيتنج عن طريق الهيدروليك. كلمه هيدروليك دي يا شباب معناها ايه؟ معناها ان انا هعمل سيتنج عن طريق ضغط الكومبليشن فلويد. هو ده البكر اهو، البكر ده بص كويس جدا على الجزء اللي هنا ده، الجزء ده بنسميه السيت. اول حاجه عشان ان انا هعمل سيتنج للبكر ده، البكر ده بيعمل له سيتنج عن طريق ان انا برفع ضغط جواه، الضغط ده بيبقى ضغط من كومبليشن فلويد، فانا برمي من على السيرفيس بول او بلج صغيره كده برميها من على السيرفيس، البلج دي نزلت جت وقفت هنا كده عند السيت بتاعها او عند الجزء اللي هنا ده، هيبدا ان هو يضخ كومبليشن فلويد جوه التيوبنج. الكومبليشن فلويد ده ضغطه يبدا ان هو يعلى عند 2500 بي اس اي، عن 3500 بي اس اي، هيبدا ان هو البريشر ده طبعا مش هيطلع من التيوبنج لانه اجينس البولا اللي موجوده تحت دي كاتمه الفلو، فخلاص كده حصل له سيتنج. وعند مثلا ضغط معين وليكن 5000 بي اس اي، الجزء ده هيتكسر وهينزل يقع في اللات هول، وكده خلاص التيوبنج بتاعي حصل له سيتنج او البكر حصل له سيتنج. وكده قلنا ان احنا عملنا سيتنج عن طريق الهيدروليك سيت. طيب خلينا اوريك نفس الفكره اهو، ده التيوبنج، انا رميت بوله من على السيرفيس، البوله دي نزلت هنا، رفعت الضغط جوه التيوبنج لحد ما البكر حصل له سيتنج من فوق من على السيرفيس، ضربت بول نزلت جوه التيوبنج قفلته، بدا يرفع الضغط اهو كده عند 1500 بي اس اي او 2000 بي اس اي، السليبس هتبدا تتحرك، كل كلمه كانت ازمات الشركات بتبيعها وجنة هيتكسر، فاتت كمان ظبط وهكذا. دي كانت الطريقه الثانيه. الطريقه الثالثه هي ان انا هعمل سيتنج عن طريق كابل كهرباء. الكابل الكهرباء ده عن طريق ماده متفجره جوه الباكر، اقدر ان انا ادي سيجنال، السيجنال دي تعمل بريشر كبير هنا كده زي البرفوريشن كده بالظبط، وانس ان انا عملت البريشر ده هيبدا يحرك مكبس كده جوه، المكبس ده بالظبط يقدر ان هو يعمل لي سيتنج للباكر. ايه السؤال؟ هايدرو تريب سب بالظبط، هاو تو ريبليس، ريبليس ايه؟ الباكر، الباكر خلاص بشده بعمل له ريتريف تاني.
كله بعمله اوفر بول بيطلع معايا. طيب في من البكر ده حاجات كتير يا شباب، في مني حاجه اسمها معايا حاجه اسمها النو بول بريدج بلج، دي بلج كده بحطها لو انا راح اصب اسمنت في البير ولا حاجه. فالاسمنت ده النوع الثالث من البكر، النوع الثالث اللي هو الكهرباء ببساطه جدا، عشان هو ده للاسف انا ما لقيتوش فيديو اطلاقا. خليني افهمك الميكانيزم بتاعه. انا في عندي البكر ده جزئين يا هندسه، جزء فوق كده وجزء ده عباره عن مكبس. سوري عاوز انضف دي، طب معلش خلينا نرسمه في الجزء اللي هنا ده. بيكون في جزء هنا كده وبعدين في جزء تاني كده عباره عن مكبس. المكبس ده ايه اللي هيحصل؟ بكل بساطه في عندي هنا كده كابل كهرباء جاي من فوق من على السيرفيس اي لاين، وفي ماده متفجره موجوده هنا في المكان ده. اول ما بيجي لها سيجنال بتبدا انها تنفجر، فتبدا انها تطلع عنها ضغط يزق المكبس ده. اول ما المكبس ده يتزق يبدا ان هو ياكتف الميكانيزم بتاع الكون اللي هيدخل جوه الباكينج اليمنت والسليبس عشان هو ياكتف البكر ويشغله. يعني من الاخر انت عملت كرييشن ل بريشر او موفينج سورس عشان يعمل الموضوع ده. اكتر طريقه هي الهيدروليك، الهيدروليك مستخدمه كتير جدا. الالكتريكال شغاله كتير جدا، خصوصا في حاجه اسمها كلهم شغالين، ما فيش حاجه اسمها افضل. الافضل هو الاسهل بالنسبه لي. يعني في ناس شركات بتشتغل دايما بالالكتريكال بكر، في ناس كتيره تانية بتشتغل بالبكر اللي هو البكر اللي هو الهيدروليك، في ناس ثالثه بتشتغل بالروتيشنال او اللي هو الميكانيكال. فطريقه السيتنج شنو اكتر طريقه؟ كلهم يا شباب انا شفت معظمهم، يعني معظمهم احنا بنشتغل بيهم في مصر وبره مصر، معظمهم شغالين بيهم، لكن كل واحد اصعبهم عموما كفهم هو الالكتريكال بكر. افضل نوع ماذا يتم الاعتماد في الاختبار؟ ولا حاجه، مجرد الديورابيليتي بس، وان شركه محترمه اللي تديهم لي، وهل انا متاح عندي ان انا انزله البير عن طريق سليك لاين ولا عن طريق كويل تيوب ولا عن طريق دريل بايب. في ناس بسرعه بالنسبه لي الاسهل او الاسرع جدا هو ان انا انزله بسليك لاين اللي هو الالكتريكال سيب، ده اسهل حاجه واسرع حاجه، في 10 دقائق بيكون في البير. لا بتحتاج تفك مواسير ولا تربط مواسير ولا بتعمل رن هول ولا تريب اوت اوف هول ولا الجو ده. انا نزلت البير بسليك لاين، في خلال ساعتين بكون وصلت الدبس اللي انا عاوزه، وقفت قصاد الدبس يلا اكتف البكر، خلاص ببدا ان انا ادي سيجنال من على السيرفس، السيجنال تنزل تنفجر تعمل لي سيتنج للبكر، حلو جدا كده خلاص الموضوع انتهى. فده ميزه. في شركات تانية تقول لا انا ايه اللي يخليني اجيب سليك لاين وانزل ادفع $50,000 عشان ان انا انزل اعمل سيتنج للبكر ولا ريتريف للبكر ولا الجو ده. لا انا هشتغل على طول بالميكانيكال سيت بكر، وهنزل اعمل سيتنج للبكر على طول عن طريق اي لاين، عن طريق دريل بايب او عن طريق تيوبنج مثلا. طيب في انواع مثلا من البكر زي الاستراد البكر، وده اللي بنستخدمه عشان ان انا اعمل باي باس على جزء فيه، يعني بين هول اهو الكيسنج بتاعي حصل له دامج او بين هول او في تسريب، فانا بنزل بالبكر اللي انت شايفه ده اقفل تحت التسريب وفوق التسريب، يبقى انا كده عملت باي باس او عملت كوبري على المشكله اللي في الكيسنج دي، لو في دامج في الكيسنج، لو في كروجن، لو في اي مشكله. في نوع اسمه الانفليتابل بكر، بيبقى نازل البير زي ما انت شايف كده الجزء الكاوتش ده، خصوصا في الاوبن هول بينزل البير بالشكل ده، ولما احب ان انا اكتفه اول ما بيتاكتف بيتنفخ بالشكل ده، فبياخد اي شكل حواليه اوبن هول كيسد هول، فيقدر ان هو ينزل يعمل لي زي سيلينج او يقفل منطقه زي مناطق انتاج الميه واماكن الاماكن اللي هي بتبقى خطيره في الحفر وفي الانتاج زي السيف زون والحاجات دي. استراد البكر سيم سويلنج بكر بالظبط، قريبين جدا من بعض. السويلنج بس بيبقى كله كاوتش، لكن الاستراد اللي بيبقى فيه جزئين كاوتش. طيب التولز بقى الصغيره اللي يعني هنحاول ان احنا نجري عليها قد ما نقدر عشان الوقت. التولز الصغيره او الاكسسوارز اللي احنا بنسميها يا شباب الريتريفابل، كلهم بيتعمل لهم ريتريفابل عادي جدا. بنزل عن طريق تول معينه كده بنسميها الفيشنج تول، وانزل اصطاد البكر ده واطلع بيه تاني على السيرفس عادي خالص. كل واحد منهم بيكون ليه تول معينه كده بتبقى جايه معاه، بتنزله البير وتطلعه من البير، ريتريفنج تول وراننج تول. اي تول بتنزل للبير يا شباب لازم يكون ليها حاجتين، لازم يكون ليها راننج تول
مفك من الاخر، عارف لما كل مسمار احنا نعرفه بيبقى دايما ليه مفك او برغي، المفروض ان المفك ده انا عشان ان انا افك الحاجه دي او اعمل لها ريليز، وانا نازل بنزلها بالرننج تول وانا طالع بطلعها بالريتريفنج تول. تمام استاذ بعمليه الانتاج النفط راح يمر طبعا البكر، الانتاج دلوقتي اللي هيحصل بص كده هيمشي من خلال البكر ويطلع لي على السيرفيس. اعمله فيشنج، هعمله فيشنج عن طريق ان هو بيكون ليه حاجه اسمها حاجه اسمها الفيشنج الجي اس الجي بالظبط يا هندسه، بالظبط يا هندسه تمام. الجي اس دي هي الريتريفنج تول او الرانج تول اللي احنا بنستخدمها، وكل شركه طبعا بتسميها مسمى في اسامي ثانيه غير الجي اس، لكن هي تول المستخدمه في عمليه الريتريفنج او الرانج. معلش يا هندسه قول لي ايه اللي انت محتاج نشرحه. الفيشنك، الفيشنك دي يا شباب ببساطه جدا كل تول بتنزل البيل بيكون ليها فيشنك. فيشنك يعني ايه؟ يعني بنزل اطلعها منها، لا اما اعمل لها فيشنج او اعمل لها ريتريفنج او بول اوت اوف فول، بتتم عن طريق الرننج تول والريتريفنج تول. طيب خلونا نجمع اسئلتنا عن البكر لحد ما نتكلم شويه في الاكسسوارز. الاكسسوارز دي قطع صغيره بقى بتكون موجوده عندي في الكومبليشن، منها على سبيل المثال زي ما احنا اتفقنا الاستراديل، ماشي هنشرحه ان شاء الله في الوقفه اللي جايه. الواير لاين انتري جايد او الري انتري جايد دي بتبقى اول جزء بينزل البيل، وزي ما اتفقنا هي دي مهمتها الاساسيه، ان انا لما انزل جوه البيل باي طول واجي طالع ما اخبطش في الشفه اللي في الجنب دي او الشارب ايدج الموجوده هنا دي. فبيكون عندي منها نوعين، حاجه اسمها المول شو وحاجه اسمها البيل جايد، وهدفها الرئيسي هو تسهيل نزول وخروج المعدات من البيل بالورك اوفر تولز، وزي سليك لاين وكول تيوب مهم جدا ان انا اكون مختار الواير لاين انتري جايد زي ما انت شايف كده، بتبقى لا اما زاويه 45 لا اما اللي هو القدم المفلطح اللي هو شبه قدم الفيل. تاني تول واكتر تول هنستخدمها في الورك اوفر وفي الاوبريشن بتاعه البير عموما هي اللاندنج نيبل. اللاندنج نيبل دي بالظبط هي كانه هو ده المسمار اللي موجود في الحيطه اللي انت بتعلق عليه اي حاجه. حابب ان انت تعلق ساعه هتعلقها على المسمار اللي في الحيطه، او الشماعه اللي موجوده على الحيطه، حابب تعلق ملابس بتعلقها على الحيطه على المسمار ده. فالتيوبنج ده واحنا شغالين بنحط فيه اجزاء كده صغيره اسمها اللاندنج نيبل، ليها انواع مختلفه. اللاندنج نيبل دي من جوه بتبقى ماسوره لكن فيها شكل او حز هندسي معين كده معمول على المخرطه، معمول له ماشيننج ان هو يقدر ان هو يعلق اي حاجه في الحته دي في الجزء ده او في الهانجنج بورت او في اللوك ماندريل ده، تقدر ان انت تعلق اي حاجه في الجزء ده نتيجه الشكل ده. ايه اللي بتعلق بقى في البير؟ ممكن نحتاج ان انا انزل حاجه اسمها البومب هانجر، ممكن ان انا انزل حاجه اسمها البلانكينج بلاج، او ان انا انزل اقفل التيوبنج خالص عشان اعمل عليه هيدرو تيست او عشان اعمل عليه بريشر تيست، ممكن ان انا انزل اعلق عليه تشيك فالف مثلا عشان يخلي لي الفلو يطلع لي فوق ما ينزلش لتحت، ممكن ان انا اعلق فيه تشوكات. عندي منه نوعين يا شباب، عندي حاجه اسمها سيلكتيف لاندنج نيبل وعندي حاجه اسمها النو جو. السيلكتيف لاندنج نيبل دي شكل البروفايل بتاعها ده هو ده المختلف. النو جو بيبقى دايما فيها شولدر تحت صغير كده ضيق جدا اسمه نو جو. نو جو من اسمها معناها انها ما ينفعش حاجه تعدي من خلاله. ده اصغر قطر في الدير، اصغر قطر في البئر اللي هو الاكس ان او النو جو لاندنج نيبل. طيب ايه الفرق ما بين دي ودي؟ زي ما قلت لك تحت كده في شولدر تحت كده اسمه النو جو، بيبقى مايل بزاويه 45 بنسميه الاكس ان نيبل. طيب البير ممكن يكون فيه 10 لاندنج نيبل اللي هو اكس، لكن هي واحده بس اكس ان، ما بيبقاش فيه اكتر من اكس ان نيبل في البير. Is the landing nipple selective or no go؟ بالظبط يا هندسه. Is the landing nipple is the same of no go nipple؟ ما احنا قلنا هي هم اللاندنج نيبل ده المسمى الطبيعي، لكن عندي منها selective وعندي منها no go. Selective معناها اسمها X. No go معناها XN، والإكس إن دي X no go. Landing nipple no go، عشان كده هي واخده الحرف N. طيب اف نبل وار نبل، الاف ان والار نبل دي من الاخر هي برضو مسميات، يعني على سبيل المثال شركه هاليبرتون بتعمل لي الار وار ان،
هاليبرتون، شركه بيكر بتعمل لي اكس واكس ان، وذرفورد بتعمل لي اف واف ان، وهكذا. كل شركه منهم بتبقى، بس طبعا زي ما اتفقنا هي الفكره كلها في الحرف ده، الار شكل بروفايل مختلف عن الاكس، مختلف عن الاف، وهكذا. هوري لك اشكال دلوقتي ان شاء الله الموضوع ده على شكل النبل، ممكن تشرح رسم انت ترسمه حالا، ممكن اعاده لوظيفه. جميل، قصدك الكي بالظبط، الكي هو اللي هيحدد الموضوع ده، تسميات حسب الشركات. جميل جدا. طيب زي ما قلت لك احنا بيبقى عندنا واحده بس اكس ان في البيج، يعني دي حاجه اسمها كيو ان. كيو ان دي شركه ويذر فورد تقريبا. كيو ان هي ثانيه، كيو ان طبعا موضوع صعب جدا. طيب الباشمهندس اللي طلب ان احنا نشرح، بصوا يا شباب زي ما انت شايف ده شكل قطاع هو اللي الاكس ان، الاكس والاكس ان. الوظيفه بتاعته يا باشمهندس هي ان انا اعلق فيه حاجه، لو انا حبيت ان انا اقفل التيوبنج ده في يوم من الايام، بنزل اعلق طول جوه التيوبنج. التيوبنج ده محتاج عشان اعلق حاجه لازم مكان يبقى له بروفايل او شكل هندسي معروف، فبنزل جواه وعلق الحاجه اللي انا عاوزها جوه البروفايل ده. طيب زي ما قلت لك انا بعرفهم ازاي او الفرق ما بينهم، الاكس بتكون الزاويه دي زاويه 90، شكل البروفايل بتاعها 90. الاكس ان شكل البروفايل بتاعها 45. طيب اللي انت شايفه ده اكس، معلش خليني اوريك، سوري، ده اكس هو كمان البروفايل اللي ده يقدر ان هو يركب في الجزء ده. خليني اوري لك السايزات، معلش انا يمكن ما جبتش الفيديو بتاعها. لكن زي ما انا وريتك من جوه هي الفرق كله ان الزاويه بتاعه الشولدرز اللي جواها دي 45 90 في حاله الاكس او الار او الكيو او الوات ايفر، والاكس ان بتكون 45. طيب دي ممكن يعدي منها طول قطرها 3.2، دي ما ينفعش ال 3.2 هتتحشر فيها، ما ينفعش انها تعدي من جواها، هتستك جواها. شكل الماسوره دي بالظبط من بره زي ما انت شايف كده هيبقى الشكل بتاعها، ده الشكل الطبيعي بتاعها، تبقى ماسوره كده صغيره من بره انت ما انت شايف فيها حاجه، لكن هي بيكون مكتوب عليها اذا كانت اكس او اكس ان او ار او ار ان، بيبقى معروف كمان النوع بتاع السرد بتاعها والجريدنج والتفاصيل دي كلها. شركات بتصنعها زي بيكر وكامكو وهاليبرتون اللي هي اوتيس وويذر فورد اللي هي البترولاين. ده شكل البايب اهي، ودي شكل للبلجه اللي بتنزل جواها، يعني عشان ان انا اقفلها في يوم من الايام، هي بتبقى نازله مفتوحه طبعا. شايف انت شكل البروفايل ده؟ ده ار بروفايل، ده ار بروفايل، ده اكس بروفايل، ده ار ان بروفايل، وهكذا. بنبدا ان احنا نعرف البروفايلز دي من بعضها عن طريق يا هندسه اكس نمبل يعدي طول ايش. الاكس ان دي ما ينفعش حاجه اللوك ماندريل او البرونج، بالظبط هو ده البلجه اللي احنا بنقول عليها بالتسميه البسيطه، هي البلجه. البلجه بتكون جزئين، جزء اسمه اللوك ماندريل وجزء اسمه البرونج. طبعا للاسف الموضوع فيها طويل قوي يا شباب، يعني اللاندنج نبل ببساطه عشان برضو انا حاسس ان انتوا سالتوا كتير جدا فيها، خلينا نبص بسرعه عليها. اللاندنج نبل دي يا شباب بتكون موجوده عشان ان انا اعمل بيها 20 حاجه، منها ان انا على سبيل المثال لو في يوم من الايام قررت ان انا اشيل الكريسماس تري، عشان اشيل الكريسماس تري طب الفلول اللي طالع من البيت ده هيعمل بيه ايه؟ هل ينفع بس اعتمد على السبسيت في السيفتي فالف؟ لا طبعا، لان ببساطه جدا الاي دبليو سي اف او الويل شارب او الاي اي دي سي بتقول ان ما ينفعش ان انت تلمس البير او تعمل فيه اي ويل انترفينشن الا ما يكون عندك تو بارير مينيمم. طيب تو باريرز، خليني قلت ان السيرفيس كنترول سب سيرفيس سيفتي فالف ده بارير، البارير الثاني لازم يكون عندي ميكانيكال بارير، وهو ان انا سد التيوبنج بحاجه، في حاجه تقفل التيوبنج. طب ايه اللي يقفل التيوبنج؟ هو البلاجه دي، البلاجه بتاعتنا دي. طيب لو انا احتجت في يوم من الايام ان انا اعزل طبقه من الطبقات، على سبيل المثال الطبقه اللي تحت دي كانت بتنتج والنهارده بدا انتاجها يقل، فعاوز ان انا اقفل الطبقه اللي تحت دي، هقوم نازل تحت هنا كده وحاطط بلاجه في الجزء ده وافتح الجزء ده انتج منه، الانتاج هنا خلص اقوم جاي هنا كده وقافل البلاجه كده، قافل الجزء ده خلاص وابدا انتج من هنا. فدي استخدامات.
استخدام كمان على سبيل المثال ان انا عاوز ان انا اعمل زونال ايزوليشن، او ان انا اعزل طبقات فيها ميه او طبقات فيها اي مشكله اعملها بالموضوع ده. عاوز اعمل تيست للتيوبنج، التيوبنج ده في يوم من الايام بدا فيه بريشر يظهر هنا في الانيولس. طيب هتاكد ازاي ان التيوبنج سليم ولا مش سليم؟ هقوم منزل بلاجه كده جواه وست البلاجه دي جوه التيوبنج، وابدا ارفع الضغط هنا جوه التيوبنج، اشوف هل التيوبنج ده بيليك ولا مش بيليك، هل بيهولد البريشر ولا لا. ممكن ان انا اعمل بيه سيتنج لبعض انواع الهيدروليك باكر. احنا من شويه كنا بنتكلم ان انا بعمل عمليه سيتنج ليه لو انا عندي استرادد سيستم مثلا وعاوز ان انا اعمل له سيتنج عن طريق هيدروليك، فبنزل برضو اقفل التيوبنج واملى التيوبنج ميه او براين وابدا ان انا اضغط فيه. اقدر ان انا لما احب اشيل الكريسماس تري من مكانها او ان انا افتح البيت على الجو انزل احط بلاجه في السب سيرفيس. طيب البلاجه دي او عشان ان انا اعمل عمليه بلاجنج عندي ثلاث حاجات اساسيه. وقت الكومبليشن انا بنزل لاندنج نيبل، هو ده المسمار اللي بدقه في الحيطه عشان في يوم من الايام حد يقدر يقول لي الشكل ده يا شباب دي نوعها ايه؟ اكس اكس ان ار ار ان. بالظبط دي ار بلاج. لا دي مش ار بلاج يا هندسه، دي اكس ان. دي اكس ان الار بتبقى عامله كده، بيبقى ليها اتنين بروفايل مش بروفايل واحد. تمام اكس ان 45 درجه اهي زي ما انت شايف، ده 45 تبقى اكس ان. الار بيبقى ليها شكل تاني هوريه لك حالا اهو. طيب زي ما انا قلت لك بيبقى عندي لاندنج نيبل، ولما بحب ان انا اقفلها بنزل اللوك ماندل اللي جواها. اللوك ماندل ده كمان بنزله برونج كمان عشان ان هو ينزل يقفله خالص بشكل ادفانسد اكتر. لكن خليني اوري لك الفروقات اللي ما بينهم. ده الار اهو، ده الار وده الار ان. بص كده شكل الار يا هندسه، الار برده زاويه 45، لكن بص هنا ثلاث مثلثات 1 2 3، يبقى ده ار ان، دي ار بس. الموضوع فيها هيلخبط شويه لحد ما انتوا يعني تشوفوها فعلا على الحقيقه. ده شكل الكي زي الموجوده الار والار ان. طب ايه الفرق ما بين الار وما بين الكي الاكس؟ هي الويسترن بريشر او قوه التحمل بتاعت هاليبرتون بتتحمل لحد 10000، بتاعت بيكر بتشتغل لحد 5000 بس مثلا. الفيديو ده في حاجه تستاهل نشوفها. ده الريتريفنج والرننج، ده الرننج والريتريفنج. طيب الار بتتحمل لحد 10000 بي اس اي بالظبط، والاكس بتتحمل لحد 5000. طيب ده ببساطه زي ما انا قلت لك يا هندسه، هو ده البلج او اللوك ماندريل بتاع ايه؟ ده بتاع الار نبل، ده بتاع الاكس نبل زاويه 90 هنا اهي، دي زاويه 90 هنا اهي. طيب هنا اكس نبل برضو، هنا ار ان، ثلاث مثلثات 1 2 3. طيب عندي التول كمان يا شباب اسمها الكاتفونيك جوينت، ماسورة مخرمة بتكون موجودة عندي. الهدف الرئيسي منها ان انا ممكن ان انا انتج منها قصاد البرفوريشن، بتديني مساحة مقطع اكبر، يعني بدل ما الفلو يدخل البير من هنا بس فممكن ان هو هيدخل من الاخرام او الفتحات دي. انا بعمل الاخرام دي قبل ما انزلها البير، بجيب ماسورة وبتعمل لها اخرام بتبقى موجودة بحيث ان انا اقدر ان انا انتج منها، بتديني سيرفس اريا كبير فاقدر ان الفلو بتاعي يكون اكبر ما يمكن، خصوصا لو حصل بلاجنج او سكيل او اي حاجه قفلت لي الفتحه بتاعه البير او فتحه التيوبنج، فالبرفوريت جوينت تقدر انها تشتغل. طيب الانفايرمنت بتاع البيت زي ما اتفقنا بتبقى خطيره جدا وفيها مشاكل كتيره جدا وفيها ساند وروجن ومشاكل كتيره. بحل الموضوع ازاي؟ بحله عن طريق حاجه اسمها الفلو كابلنج. الفلو كابلنج دايما لما بيبقى عندي فيه اي تول موجوده في البير بتعمل لي ريستريكشن، فبيبدا يحصل تربلنت فلو قبلها وبعدها. فعشان كده اي مثلا اكس نبل موجود احط قبلها فلو كابلنج وتحتها فلو كابلنج. عشان ايه؟ عشان الايروجن اللي هيحصل قبلها وبعدها نتيجه الريستريكشن او الفلو اللي هيحصل له تربلنت ده
هيبدأ ان هو يعمل نحر في البايب دي. فلو ما كانش عندي فلو كابلنج السيكنس بتاعها هيكون اكبر من السيكنس الطبيعي بتاع التيوبنج، للاسف هيحصل دامج للتيوبنج ده. فهي ماسوره سمكها كبير شويه، طولها حوالي 2 او 4 قدم، السيكنس بتاعها بيكون اكبر من التيوبنج العادي. الهدف الرئيسي ان السيكنس الكبير ده حتى ان حصل له ايروجن تقدر بتكون ماسوره محمله حبتين، بنسميها ماسوره محمله. طيب البلاست جوينت هي نفس الفكره، بس الدامج ده بيكون من بره مش من جوه. يعني من شويه لما كنا بنتكلم في الفلو كابلنج كنت بقول لك ان المشكله دايما في التربلنت اللي تحت. طيب مكان قصاد البرفوريشن وفي ساند هيطلع وفي مشاكل كتيره هتطلع، فبحمي التيوبنج دي عن طريق ان انا بستخدم بلاست جوينت. هما الاثنين نفس الفكره، لكن واحده بتبقى محمله من بره وواحده محمله من جوه. طيب السايد سلايدنج دور او الاس اس دي او السلايدنج سليف هو عباره عن ماسورتين جوا بعض. الهدف الرئيسي منهم ان انا لو حبيت ان انا اقتل البيت في يوم من الايام اسركل الفلو، اعمل كوميونيكيشن ما بين الانلس والتيوبنج، فبعمله عن طريق الاس اس دي. زي ما انت شايف هي ماسوره هي جوه وماسوره ثانيه بره، والماسوره اللي بره فيها اخرام والماسوره اللي جوه فيها اخرام. لو الماسوره الحمراء اللي جوه دي اتحركت كده، الفتحه اللي هنا دي او البين هول اللي هنا ده هيبقى قصاد البين هول ده، فيبقى في كوميونيكيشن. بنفتحها عن طريق الواير لان، عن طريق حاجه اسمها الشيفتنج تول. لا ده مش السيرفس كنترول، لا لا ده لسه مش السيرفس كنترول سب سيرفس سيفتي فالف هاند، بس هوريك السيرفس كنترول حل. لكن دي اسمها السايد سلايدنج دول او الاس اس دي. دي هدفها الرئيسي هو ان انا اخد فلو من الانيولس يعدي من الفتحات دي ويعدي من البايب اللي جوه دي ويطلع لي فوق على السيرفس او ينزل لي تحت على البرفوريشن عشان اقتل البيت. سيركيوليشن ديفايس بالظبط اهو بالظبط كده، ده اللي هيحصل. ده هو شكله مفتوح وده هو شكله مقفول. خليني اوريك الانيميشن. بص كده لما بيتفتح هي الماسوره اللي جوه اللي بتتحرك اهو، انت بتنزل بالشيفتنج تول بالواير لاين وتعمل لها موفنج، فبتبدا انها تتحرك. فوانس انها كده خلاص انا كده في كوميونيكيشن ما بين الانيولس والتيورنج، فتقدر انت تتحرك جواها بسهوله. دي التول اللي بتفتحها وبتقفلها اللي بنسميها الشيفتنج تول. بعرفها ازاي في الليك سايد، كان وي يوز اس اس دي تو كلوز ذا برودكشن زون. طبعا في ناس بتنتج اصلا، في ناس بتعمل الانتاج بتاعها من خلال الاس اس دي كانه برفوريشن يعني. في اي وقت ممكن ان انا اسد الانتاج او ان انا افتح الانتاج من خلال الفتحات بتاعه الاس اس دي دي، او هي دي الفتحات اللي انت شايفها. وانس ان انا نزلت بالشيفتنج تول جواها بالواير لاين خبطت عليها خلاص فتحتها، نزلت عملت لها بولينج فانا كده شديتها وهكذا. طيب في تول اسمها الاكسبانشن جوينت، مش مشهوره قوي او مش موجوده كتير، لكن بنستخدمها عشان ما يحصلليش باكلينج للكيسنج، خصوصا في الابار اللي درجه حرارتها عاليه يا شباب، ببقى الاقي كله من ان يحصل استريتشات للتيوبنج، التيوبنج يحصل له استريتش، فالاستريتش ده بيعمل لي ديفورميشن او تغير في الالونجيشن او نسبه الاستطاله بتاعه التيوبنج، ما بيلاقيش مكان يتحرك فيه، لان ببساطه جدا هو من فوق ممسوك معمول له تنشن وممسوك على على الهانجر، ومن تحت ممسوك بالبكر، فما فيش اصلا مجال ان هو يمشي فيه. طيب لو حصل ان الحراره بتاعه البير زادت او قلت او حصل تغير في الظروف بتاعه البير، ببقى بستخدم تول اسمها الاكسبانشن جوينت which difference between selective and non selective when running hole بشيفتنج تول. لا selective ونون سيلكتيف ده في الفاضي، ما فيش حاجه. انا دلوقتي انا نازل شيفتنج تول، يبقى انا نازل دلوقتي للاس اس دي، والاس اس دي ما فيهوش حاجه اسمها selective ونون سيلكتيف. لكن لو انت بتتكلم على اللاندنج نبل فلا، دي قصه ثانيه، ان احنا بنبقى نازلين عشان احنا نهنج جوه الاكس ولا الاكس ان. طيب في الوقت ده يا شباب ببدا ان انا استخدم التول اللي احنا بنقول عليها ايه، بنقول عليها الاكسبانشن جوينت او البولش بور ريسبتكل، ودي بتبقى عباره عن اتنين بايب كده جوه بعض ومعزولين بكاوتش كده زي ما انت شايف، جزء تحت اهو وجزء فوق كمان اللي لونه ازرق. لو حصل استطاله للجزء اللي فوق بسهوله جدا يقدر ان هو يتحرك جوه البور بتاعته دي، يقدر ان هو بالظبط نفس فكره الياي بتاع العربيه او المساعد بتاع العربيه او البستون، يقدر ان هو اتنين يتحركوا جوه بعض بسهوله من غير اي مشاكل. وبالتالي الاكسبانشن اللي ممكن ده البولش بور ريسبتكل اللي هو البي بي ار، وده الاكسبانشن جوينت مجرد بس الزاويه بتاعهم. الاكسبانشن جوينت بتكون من فوق لتحت، البولش بور ريسبتكل بيكون من تحت لفوق.
same like tieback. لا احنا كده خلفنا خالص. tieback ده casing. tieback نوع من انواع الكيسنج بننزله في حالات معينه. طيب التيوبنج دايما بيحصل له اكتر من تشكيل يا شباب، ممكن يحصل له كولابس. الشكل اللي انت شايفه ده بنقول عليه كولابس. كولابس يعني ايه؟ يعني حصل فاكيوم جواه، البريشر اللي بره بقى اكتر من البريشر اللي جوه، ده بنسميه كولابس. البالونينج اتنفخ، يبقى البريشر اللي جوه بقى اعلى من البريشر اللي بره فحصل له بالونينج. باكلينج معناه ان حصل استريتش في الطول بتاعه فحصل زياده الطول، دي عملت الشكل اللي انت شايفه ده. فبقى عندي في حاجه اسمها الباكلينج، احفظ الصوره دي مش هتلاقيها تاني. في حاجه اسمها بالونينج، الشكل اللي انت شايفه ده اللي هو يحصل نفخه كده في التيوبنج نتيجه ان انت عملت هاي بريشر عليه، عملت حاجه يعني رفعت الضغط عليه بشكل مفاجئ. الكولابس معناه ان يحصل له دامج بالشكل اللي انت شايفه ده نتيجه ان البريشر اللي تحت قليل جوه قليل واللي بره كبير فيحصل له كولابس. وهي دي الاشكال بتاع الموفمنت بتاعت الكيس المواسير عموما. البالونينج زي البارست بالظبط، البالونينج هو البارست بريشر. طيب زي ما انت شايف الحراره تزيد هيحصل الونجيشن او استطاله، الحراره تقل هيحصل كونتراكشن، وبالتالي الباكلينج هيحصل نتيجه هاي تمبريتشر، الكولابس هيحصل نتيجه هاي بريشر من الاوتسايد، البالونينج هيحصل نتيجه هاي بريشر من الانسايد وهكذا. طيب في حاجه اسمها السايد بوكيت ماندريل او الاس بي ام، ده بنستخدمه في حاله لو احنا بنعمل ارتفيشال ليفت اسمها الجاز ليفت سيستم، ده هيبقى مع مهندس محمد الشيخ بكره ان شاء الله. الجاز ليفت فالف ده هو اللي احنا بنستخدمه عشان ان انا اضخ غاز جوه الانيولس ويطلع لي جوه التيوبنج، عباره عن مسار كده عن طريق ان انا بحط جزء فيه انا عايز اوريك شكل صوره ولا حاجه. بالظبط كده، انا ببقى على السيرفس بنزل كده غاز جوه الانيولس يروح على السايد بوكيت ماندريل يعدي جوه الكيسنج، هو تشيك فالف ياخد فلو من الانيولس يدخله جوه التيوبنج من غير ما يحصل العكس، عن طريق بنزرع جوه الاس بي ام او السايد بوكيت ماندريل ده بنزرع جواه جاز ليفت فالف. الجاز ليفت فالف ده ببساطه جدا يقدر يفتح ويقفل بيزد على البريشر اللي احنا بنبقى عاملين له سيتنج. حد عارف اسم التول اللي احنا بتاع السليك لاين اللي بننزل نعمل سيتنج او ريتريفنج للجاز ليفت فالف بيها؟ كيك اوفر تول، الباشمهندس كان مجهزها اصلا. في تول بالسليك لاين اسمها كيك اوفر تول، التول اللي انت شايفها دي بتنزل عباره عن ذراع كده بينزل يعمل سيتنج او احط الجاز ليفت فالف جوه السايد بوكيت ماندريل او اطلع بيه، هي دي كيك اوفر تول او الرننج تول اللي هو الهندسه اللي هو الجاز ليفت فالف. طيب من اهم الكومبوننت الموجوده في التيوبنج، احنا كده بنقرب من سطح الارض جدا يا شباب، احنا نزلنا واير لاين انتر جايد، نزلنا اكس ان نبل، نزلنا بلاست جوينت، بعدين حطينا البكر، بعد البكر حطينا تيوبنج كتير جدا مواسير تيوبنج، بعدين حطينا اكس نبل كتيره كذا واحده، حطينا بالفوريتد جوينت لو احنا عاوزين، حطينا اس اس دي او سايد سلايدنج دور. دلوقتي خلاص احنا بدانا نوصل للسيرفس، فهبدا ان انا انزل حاجه اسمها السب سيرفس سيفتي فالف او السيرفس كنترول سب سيرفس سيفتي فالف او السيفتي فالف الموجود في البيت. سنه 88 حصلت اكبر كارثه في صناعه الاويل اند جاز. حد عارف الكارثه دي كانت كارثه ايه؟ حد يفتكر اسم الحادثه دي كانت حادثه ايه؟ لا المكسيك دي كانت لسه حاجه ثانيه. بتتكلم على ديب ووتر هورايزن. في حادثه، ما احنا بنتكلم على بايبر الفا. ايرلندا مش عارف، بس هي الحادثه اسمها حادثه بايبر الفا. بايبر الفا كان بلاتفورم في البحر، فتقريبا برضه في خليج المكسيك او في بحر الشمال مش عارف مكانه كان فين. لكن حصل ريليز للاويل اند جاز الموجود على السيرفس. اهو ده كان برودكشن بلاتفورم فيه مجموعه ابار. اللي حصل ان في ريليز حصل للاويل اند جاز وحصل حريقه، وفي 167 شخص كانوا بيعيشوا في المكان ده وحصل لهم كلهم وفاه، ماتوا كلهم. فكانت اكبر الكوارث اللي حصلت في الاويل اند جاز اندستري، واكثر عدد من الناس ماتت في درينج ريج. والشركه في الوقت ده خسرت حوالي 1.7 بليون دولار. ده بس رقم البلاتفورم اللي حصل له الحريق او الفاير اللي حصلت.
ومن الوقت ده بدأنا ان احنا ندخل بحاجه اسمها الويل كنترول، او ان احنا نعمل علم اسمه الويل كنترول او التحكم في الابار النفطيه. في نفس الوقت حرائق ابار الكويت اللي حصلت في التسعينات، اللي هي في ايام حرب الخليج او الحرب اللي تمت ما بين العراق وما بين الكويت، وحصل فيها ان عمليات عسكريه تمت على الابار، قصف للكريسماس تري حوالي من 600 ل 700 بير حصل لهم انفجار، او الاويل اند جاس كسرنا كريسماس تري بتاعهم عن طريق عمليات عسكريه ادت بالظبط. ما كانش فيه قدره على السيطره على البير، فالابار مش قادرين ان احنا نسيطر عليها، فبدا الاويل اند جاس يطلع بالشكل اللي انت شايفه ده، اندفاع غير طبيعي لهيدروكربون قابل للاشتعال بضغوط عاليه جدا، بدا انها تطلع من البير وتطلع على الجو. وانس ان بدا يحصل اي شراره كهربائيه في المكان ممكن انها تعمل الفاير اللي انت شايفها دي. طيب كوارث كتيره حصلت، ده طبعا ديب ووتر هورايزون من الكوارث الكبيره برضو اللي حصلت في الويل اند جاز. تمام. طيب بناء على كده بدانا ان احنا نخترع حاجه اسمها السيرفيس كنترول سب سيرفيس سيفتي فالف، وده عباره عن نظام امان بننزله جوه البير او فالف كده معين. الفالف ده ليه طريقه معينه في عمليه الفتح والقفل، مهمته الاساسيه ان لو حصل دامج للكريسماس تري يقفل، فلما يقفل يمنع ان الاويل اند جاز يطلع على السيرفس ويفضل محبوس جوه التيوبينج. طيب خلينا اوريك الموضوع بيتم ازاي. بص كده، ده بيبقى عباره عن ماسورتين جوه بعض يا شباب. اول ما الماسوره دي طلعت لفوق معناها ان الكريسماس تري باظت او حصل لها اي مشكله، فشايف انت الفلابر الصغير ده او الجزء اللي تحت ده بدا ان هو يفتح ويقفل بيست على البريشر اللي انا عامله هنا. بمعنى تاني انا عندي هيدروليك كنترول لاين تيوب صغيره كده نص بوصه او 3 اتنان، منزله ضغط هيدروليك عالي جدا. الضغط ده بيبقى نازل، الضغط ده بيبقى نازل عشان يفتح ويقفل الجزء اللي تحت ده. طول ما البريشر عالي الماسوره دي نازله لتحت وفاتحه الفلابر. اول ما البريشر ده قل او الكريسماس تري كسرت او حصل حريقه على السيرفس او انا دوست على زرار فوق، خلاص يفتح او يقفل الكريسماس تري. بص كده تاني، هو ده الهيدروليك كنترول لاين اللي جاي لي من على السيرفس، اقوله لك حالا اهو. ده الفالف نفسه بيبقى عباره عن ماسوره كده زي ما انت شايف، 3500 بي اس اي اللي بيفتحوا. والله لا، في اكتر من كده، السب سيرفيس سيفتي فالف ممكن يفتح عند 6000 بي اس اي، 6500 كمان. 3000 ده رقم قليل جدا، حوالي 600 بار. شايف انت الكنترول لاين اللي جاي من على السيرفيس ده جايب هيدروليك اويل، دي الماسوره اللي جوه اهي، وده الفلابر او الجزء اللي هو بيقفل الفلو في حاله الفلو. شوف لما يضخ الزيت من فوق ايه اللي هيحصل، الزيت ده هينزل جوه المواسير دي، هضخ الهيدروليك بريشر او الزيت، هضخ زيت هنا بضغط كبير جدا حوالي 5 6000 بي اس اي، نزل زق بيستون صغير هنا كده. البيستون ده بيبقى متركب على ماسوره كده جوه السب سيرفيس سيفتي فالف. اول ما البريشر زاد خلى الماسوره نزلت ففتحت الفلابر او الجزء المعدني ده، خلى الفلو تم. طيب اول ما هيحصل ريليز بقى للبريشر، الضغط الاويل دلوقتي ما عادش موجود فبدا يرجع لورا، وبالتالي بص كده اللي هيحصل دلوقتي للفلابر. سيبك ده الجزء ده، المهم ان في النهايه الموضوع بيتم عن طريق مكبس بالظبط، مضخ الديافرام. صعب ان احنا نستخدم الديافرام بامب عشان تعمل كده، الديافرام بامب مش هتدي الضغط ده كله، غالبا بتبقى بامب. والله ممكن تبقى ديافرام، بس هي عامه يعني بتبقى بامبات تديني ضغط عالي وخلاص، هاي بريشر بامبس. طيب الفرق ما بين الاس اس دي وما بين التريبل اس في، زي ما قلت لك السب سيرفيس سيفتي فالف ده عباره عن فالف مهمته الاساسيه ان هو يحميني البير من الاندفاع المفاجئ للاويل اند جاز على السيرفيس. فكنا بنعمل الموضوع ازاي؟ بنعمله عن طريق ان انا الفالف بيفتح ويقفل بالشكل اللي انت شفته من دقايق ده. طيب الاس اس دي ده سايد سلايدنج دور، ده مهمته ان هو يخلي الانيولاس يعدي فلو في ال يعدي فلو جوه التيوبنج او من التيوبنج للانيولاس او انتج منه. فده فكره وده فكره ثانيه خالص. الدبس بتاع وحده كافي الايقاف طبعا. السيلف سيفتي فالف بيمنع تماما الفلو، يعني كل شويه حتى بنروح نعمل له تيست كل فتره كده، وان انا اقفله واشوف هل بيباسنج ولا لا،
ودايما بيبقى الانتجريتي بتاعته عالية جدا وسعره غالي جدا، بيفل الفلو فعلا في حالة الكوارث يعني. طيب المفروض ان احنا بنحط السيلف سيفتي فالف ده على بعد قد ايه يا شباب؟ حوالي 50 60 متر من سطح الارض، 20 متر 100 متر ماكسيمم، لكن ما اروحش انزله تحت في التيوبنج في الاخر خالص، عشان لو لا قدر الله حصل حريق، الحريق ده مش كل الغاز اللي جوه التيوبنج ده يطلع لي على السيرفس وبعد كده السب سيرفس يبقى يقفل. فدايما بنحاول ان احنا نخليه از يعني قريب جدا لحافظ على الضغط الاعلى دايما في الابر بحيث يبقى مفتوح. طبعا انا المفروض ان انا بيكون عندي فيه بامب باستمرار، البامب دي بتضغط زيت جوه التيوب، اول ما التيوب الضغط بتاعها يتكسر فكده خلاص البريشر ده هيقل، لكن المفروض ان انا بعمل بامبنج كل شويه. ده شكل المكان اللي بيبقى فيه سب سيرفس سيفتي فالف، بيبقى قريب من السيرفس جدا. بيبقى فيه كمان على فكره فيه منه نوعين، نوع بيتركب عن طريق الواير لاين ونوع بيبقى جزء من التيوبنج بنسميه تيوبنج ريتريفبل، او وده كنترول لاين اهو اللي بينزل عشان يغذيه بالاويل الهيدروليك بريشر. في الوقت ده سائل الاكمال ما بيكونش موجود يا هندسه، يعني وانس ان انا قررت ان انا هشغل الاس اس دي فكده خلاص ما بيكونش فيه سائل اكمال موجود. هسيبك معلش من الحته دي كلها. ده شكل الكنترول لاين اللي احنا بنتكلم فيه، هو ده الكنترول لاين او التيوب الستانلس تيوب الثلاث اكمان او التمن بوصه حتى اللي احنا بنستخدمها، ممكن تبقى تمن بوصه دي بنستخدمها عشان ان احنا نضخ الزيت فيها، فبتنزل اهو بتعدي من الكريسماس تري هو اللي لونها اصفر دي، تنزل لحد السب سيرفيس. انا ببقى فوق عندي حاجه اسمها الويل هيد كنترول بانل، دي بامب كده، البامب دي بتضخ الزيت، الزيت ينزل ويعدي على الجزء اللي تحت ده اللي هو السب سيرفيس سيفتي فالف ويفتحه لي. ده شكل الفلابر وشكل البول فالف. الاي جي في الاي في جي، لا مش عارف ايه هو الاي في جي. ذا ديفرنت بتوين الاي اس في ايمرجنسي شت داون او الشاتنج فالف. الايمرجنسي شاتنج فالف ده بيكون موجود على السيرفيس يا هندسه، بيكون فالف من ضمن كريسماس تري، بيكون غالبا ساعات بنسميه الاي اس دي، ساعات بنسميه غالبا بيبقى يعني الابر ماستر فالف، دايما بيبقى الابر ماستر فالف او الوينج فالف، بيبقى عباره عن فالف برضه بهيدروليك بريشر، لو حصل اي دامج لاي حته فوق على السيرفس فهو يقدر يقفل يحميني، فده بيبقى دبل بارير او ان انا بزود حمايه البيل بتاعي عن طريقه. طيب الجزء الاخير بقى، انا دلوقتي خلاص بدات اوصل للسيرفس، هيبقى الجزء ده الحمد لله ان احنا قدرنا نوصل للجزء ده يا شباب، انا كنت قلقان ان احنا مش هنقدر نخلص التولز عموما. هو ده التيوبنج بتاعي، والتيوبنج على بعد 50 متر من هنا كده مركبين السب سيرفيس سيفتي فالف. ده كنترول لاين او الستانلس تيوب الصغير بقى ده اللي هو التمن بوصه اللي هينزل عشان يديني الهيدروليك بريشر عشان ان هو يفتح لي السب سيرفيس او يقفله. بضخ فيه مواد كيميائيه، لا هندسه الاي في جي ده انا مش عارف، ما سمعتش عنه بصراحه. في حد اي حاجه ثانيه؟ How can the pressure inside the annulus with surface safety valve in the case? How we can the pressure inside the annulus. مش فاهم. فانت عندك الستانلس تيوب زي ما انت شايف كده، ده الهانجر، الهانجر ده هو ده اللي هينزل بقى عشان يريح التيوبنج ده ويشيل وزن التيوبنج كله ويخليه اندر تنشن. بيبقى معدي من خلاله كده الستانلس تيوب، ومن الناحيه الثانيه الستانلس تيوب ده طالع عشان ان انا اضغطه بزيت، بعمل فانكشن تيست الاول. اهو اهو خلاص انا كده دلوقتي ده الهانجر، الهانجر ده بريحه في التيوبنج هيد. التيوبنج هيد بيبقى جزء من اجزاء كريسماس تري او الويل هيد، ببدا ان انا اريح الهانجر جواه، والستانلس تيوب ده بكمل بيه عشان اوديه على الويل هيد كنترول بانل. ده الهانجر اهو دلوقتي، ده الستانلس تيوب بلفه لفتين ثلاثه كده عشان الاكسبانشن والكونتراكشن والكلام ده وعشان لما اجي افك بعدين. ده الهانجر دلوقتي بعد ما نزل جوه التيوبنج هيد، هو ده التيوبنج هيد الاخير اهو في الكريسماس تري، غالبا بيبقى تحت في السيلر. مستحيل استاذ رابط اكو خط ثالث انضيف من عنده المواد. This is donate. مش فاهم. فزي ما اتفقنا ده في النهايه هو ده الهانجر، نزل عمل سيتنج جوه التيوبنج هيد اهو بشكل انضف شويه. ده هو ده الهانجر، الهانجر ده من تحت يا شباب المفروض ان هو بيبقى متعلق فيه الكيسنج التيوبنج،
من فوق ببقى معلق في حاجه اسمها اللاندنج جوينت او الماسوره اللي هتنزل، هفضل شايل بيها لحد ما انزل انزله جوه التوبنج هيد. ده اسمه لوك داون سكرو. ده لو حد عرفه يبقى كويس جدا. يعني انا عندي الهانجر بيبقى فيه 3 سليد، سليد فوق، سليد في النص، سليد تحت. حد بقى هيقول لي غير مهندس ياسر قاسم، انر سليد بيعمل ايه؟ يعني ايه الفانكشن بتاعته؟ احنا اتفقنا ان السليد اللي تحت ده انا بعلق فيه تيوبنج. بالظبط، خلاص يا هندسه الله ينور، باك بريشر فولت الله ينور يا شباب. فوق ببقى عامل اللي هو اللاندنج جوينت او الماسوره اللي هنزلها، التو واي باك بريشر فولت، تو واي بريشر باك بريشر فولت، جميل جدا. واللي فوق اللاندنج، as I hear the difference between the surface safety valve and subsurface safety valve are they both use the control flow and the surface safety valve is closed by a pressure and surface closed by a hydraulic. الاثنين بيقفلوا ببريشر يا هندسه، او بيقفلوا الاثنين بالهيدروليك. الفانكشن الوحيده بتاعتهم الا لو كنت بتتكلم على الستورم فالف، بقى في حاجه اسمها ستورم فالف، ده بيقفل لما بيحس ان في فلو عالي او ما فيش فلو عالي. زي ما انت شايف يا شباب، ده التيوبنج متعلق في الهانجر في مكان هنا كده عشان انا اركب فيه بلاجه صغيره كده بنسميها الباك بريشر فالف. لو انا عاوز اعمل تيست او عاوز اقفل التيوبنج او عاوز اعمل اي حاجه فبركب فيها باك بريشر فالف. بعدين خلاص الشكل اللي انت شايفه ده كده كريسماس تري، هي المرحله اللي جايه. طبعا الشكل اللي انت شايفه يعني الحاجات الغريبه الكتير اللي طالعه ده عشان ده سمارت كومبليشن، لكن الكريسماس تري هي الخطوه اللي جايه دلوقتي عشان البيل بتاعي يكون كده خلص ككومبليشن. نقدر بقى يا شباب نسال لو في اي حد عنده اي سؤال في الكومبليشن في الدريلينج. انا معاك. هندسة لو نقدر نفتح معلش الأسئلة للناس، أو لو الناس حابة أنها تسأل. نعم أستاذ، أي شخص عنده استفسار ممكن يسوي ريز هاند، إن شاء الله أفتح عن الميوت. أو يقدر أنه يبعث لنا أسئلة يا شباب هنا في الـ نعم في الـ أكيد بالشات. طيب كيف نفتح ونغلقه السيرفس الـ SSD؟ إحنا اتفقنا أن الـ SSD أو سايد سلايدنج تول عشان أفتحه وأقفله بنزل بسليك لاين، والتول اسمها الشيفتنج تول، انزل اعلق فيه او اشبك فيه بالسليك لاين وابدا ان انا افتحه اذا كان بيفتح لفوق او بيفتح لتحت حسب ميكانيزم الشركه اللي صنعاه. بيكون في تول زي ما اتفقنا، التول دي تقدر انها تفتحه او تقدر انها تقفله. الله يكرمك يا هندسه، شكرا. من غير سليك لاين؟ لا طبعا لازم سليك لاين، لازم سليك لاين عشان انا افتحه. تمام شباب، اي شخص عنده استفسار ممكن يسوي ريز هاند. طيب جميل، في حد بيسأل على الجاز بالضبط؟ جميل. بصوا يا شباب، احنا عندنا في ابار، انا عندي دلوقتي معلش خلينا نرسمها هناك. ده بنجيبها منين بقى؟ ايوه انا دلوقتي يا شباب عندي في كيسينج، سوري ده كيسينج، الكيسينج جواه تيوبنج، وفي عندي زي ما اتفقنا في عندي بكر هنا كده. واحده من طرق الرفع الصناعي، انا عندي ده البرفوريشن وده الانيولس زي ما اتفقنا. البرزنتيشن صعب يا هندسه والله للاسف، يعني هيبقى صعب شويه. انا ممكن ابعت لك فيديوهات لوحدها لكن السلايدز صعبه شويه. شفت ناس والله مش استخسار يعني، بس شفت ناس خدت البرزنتيشن بتاعتي واشتغلت منها وشرحتها او كتبت اسمها عليها، فالموضوع بيبقى صعب شويه. طيب فزي ما احنا شايفين كده يا شباب، نوع من انواع الارتفيشال ليفت او وسائل الرفع الصناعيه هو ان انا الاويل بيبقى موجود هنا كده، في عندي اويل موجود في البيل اهو، لكن الاويل للاسف وزنه مخليه مش قادر ان هو يطلع لفوق على السيرفس عشان لزج جدا ومش قادر ان هو يطلع. طيب الحل بقى، الحل في الوقت ده ان انا اضخ جواه غاز، الغاز ده يقلل الوزن بتاعه او يقلل الدنسيتي بتاعته فيخليه يطلع لي على السيرفس. طيب ايه الحل؟
الحل ان انا هستخدم هنا حاجه تول كده اسمها السايد بوكيت ماندريل هنا كده، بوزعها كده على الطول بتاع التيوبينج، بيكون جواها حاجه اسمها جاز ليفت فالف. يبقى انا عندي حاجه اسمها السايد بوكيت ماندريل، السايد بوكيت ماندريل جواها جاز ليفت فالف. اللي هيحصل دلوقتي بكل بساطه ان انا هضخ غاز طبيعي، غاز بس مش نيتروجين، غاز اللي هو CH4 ميثان، هضخه جوه الانيولس، هيجي يدخل هنا كده ويدوب جوه الزيت يخففه ويطلعه لي على السيرفس. بعد شويه شويه غاز تانيين هيجوا يعدوا جوه السايد بوكيت ماندريل، الجاز ليفت فالف يطلع جوه الزيت ويطلع لفوق، وهكذا هبدا ان انا انتج البير بتاعي عن طريق ان انا اقلل الدينستي بتاعه الفلويد، عن طريق ان انا اضخ الغاز يدخل جوه الجاز ليفت فالف. طيب لو انا وقفت الضخ الزيت او الغاز ما يقدرش يطلع لي يرجع لي تاني، لان ده وان واي فالف، وان واي يدخل بس ما يرجعش، دخل جوه البير اهو هو التيوبنج ما يرجعش تاني، هو ده الجاز ليفت فالف يا شباب ببساطه جدا. ممكن احنا لا العفو استاذ انا سائل الاكمال، بل حاله عكسيه شنو الفوائد من العلم. سائل الاكمال اضخه بحاله بشكل عكسي لو انا عاوز اقتل البير. يعني ايه اقتل البير؟ يعني زي ما احنا اتفقنا كده، امتى احتاج ان انا اضخ الكومبليشن فلويد بشكل عكسي لو انا حبيت اقتل البير؟ اقتل البير ازاي؟ زي ما اتفقنا انا عندي في تول هنا كده موجوده في التيوبنج كنا لسه بنشرحها اسمها الاس اس دي. الاس اس دي دي عباره عن ماسوره اقدر ان انا افتحها في اي وقت. فانا حابب اقتل البير، لما احب اقتل البير اعمل ايه؟ هنزل الاول بشيفتنج تول بسليكت لاين كده، وفيها تول اسمها الشيفتنج تول. اول ما بتوصل هنا كده عند الاس اس دي تروح فاتحاه، لما تفتحه ايه اللي هيحصل؟ الفلويد الكومبليشن فلويد او الكيلينج فلويد اللي كان في الانولس ده يدخل جوه البير، وزنه كبير فيبدا ينزل على الفورميشن يقتل الفورميشن، عمل لي كيلينج للفورميشن. لما عمل لي كيلينج للفورميشن ضخ بقى هنا دلوقتي في الانيولس وخد الفلو بتاعك من هنا. يعني امتى هتعرف ان البير اتقتل؟ لما انت تضخ من هنا والفلو بتاعك يطلع لك من هنا، يبقى انت كده قتلت البير او مليت البير بي كومبليشن فلو. الانر ثريد، الانر ثريد زي ما اتفقنا ان عندي اي ماسوره في العالم قلنا انها بيكون ليها تول جوينت، التول جوينت دي بيكون فيها انر ثريد، او ممكن ساعات تكون تول جوينت تانية اهي والثريد بتاعها عامل كده بن. قلنا ان انا عندي ده اسمه البن وده اسمه البوكس، او ده هو الفيميل وده هو الميل، ده ليه ثريد وده ليه ثريد. المفروض ان الثريد ده بيكون هو نفس المقاسين او يعني مقاس واحد، فده ساعات بنسميه الباترس، ساعات بنسميه الفام توب، ساعات لو هو في دريل بايب بنسميه الاي اف او الانترنال فلاش، ساعات بنسميه الريجولر، وهكذا. السردات بتختلف بقى من شكل لشكل. تو ريديوس اويل دينستي هنس انكريز موبيليتي، بالظبط يا هندسه هو ده المعنى الحرفي بالظبط للجاز ليفتنج. ليش ما نحقن بالبخار واقلل من اللزوجه؟ البخار هتحقنه فين يا هندسه؟ البخار ده نوع من انواع الانهانسد اويل ريكفري او التيرشري ريكفري انهانسد اويل ريكفري. ده ميكانيزم او طريقه بتعتمد ان انا بضخ حاجات كتيره جدا في البير او في الابار المحيطه عشان ان انا اقلل الفيسكوستي وازود الموبيليتي، زي ان انا اضخ مثلا CO2 انجكشن، او ان انا اضخ ستيم بخار، او ان انا اضخ مثلا بكتيريا، او ان انا اعمل ووتر فلادنج او ستيم فلادنج. كل دي حاجات بنستخدمها عشان ان احنا نعمل حاجه اسمها الانهانسد اويل ريكفري. The video benefits could be sent really appreciate. Okay, my question is about the previous session in so casing perforation. We do the job and then we run the tube. بالظبط هو ده اللي بيحصل فعلا. أفضل الطرق في عمل ال perforation هي الطريقة الconventional اللي هي through casing، وهي إن أنا بنزل الأول جوه الكيسنج أعمل perforation بجن كبيرة زي ما اتفقنا، جن أقدر أعمل بيها short perforation كبير، طلقات اكبر، عندي مساحه واسعه جدا اقدر اشتغل فيها. فعشان كده احنا اتفقنا ان احنا ببدا الاول انزل اعمل بيرفوريشن، بعد كده رن التيوبنج بتاعي عادي جدا.
شرح الحفر من بداية الاستكشاف. القناة بتاعتي على اليوتيوب يا هندسة إن شاء الله هتلاقي فيها جزء كبير جدا في الحفر، أنا شرح جزء كبير في الحفر، وفي كورس أنا اشتغلته اسمه سيكونس أوف ويل دريلينج، نفس سيكونس أوف ويل كومبليشن كده، شرحت الموضوع من أول ما بنعمل تسوية للأرض، هامرنج للكوندكتور، كل الكلام ده هتلاقيه موجود على القناة بتاعتي على اليوتيوب، بتروليوم أند ناتشرال جاز تقريبا كورسز أو حاجة كده. ممكن ترجع مرة تانية تشرح الجاز ليفت. خليني عشان ما نشرحوش تاني او عشان ما نقعدش نتكلم فيه كتير، خليني مثلا اوريك حاجه بسيطه جدا للموضوع. Artificial lifting is B. الجاز ليفت هندسه زي ما انا قلت لك ببساطه جدا، هو ان انا بيكون عندي حاجه اسمها سايد بوكيت ماندريل متوزعه على التيوبينج، الاويل موجود في البير بس مش قادر يطلع لحد السيرفس، فالحل الوحيد ان انا بضخ غاز، الغاز ده بيدخل من الانيولس يعدي جوه التيوبينج من خلال حاجه اسمها سايد بوكيت ماندريل وجاز ليفت فال، ويقدر ان هو انتجه على السيرفس بسهوله جدا. ده شكل الهانجر يا شباب وهو طالع منه الكنترول لاينز. هو ده الجاز ليفت بالظبط، هو ده الجاز ليفت. بصوا يا شباب انا ضخيت غاز دلوقتي من على السيرفس، نزل في الانيولس، مشي مشي، دخل في عندي هنا اهو جاز ليفت فالف او سايد بوكت ماندري وجاز ليفت فالف، سايد بوكت ماندري وجاز ليفت فالف، وهكذا كذا واحد متوزعين اهو. اول ما الغاز ده بينزل هنا كده يدخل جوه التيوبينج ويطلع لي يزق لي الغاز، يعمل لي بابلز كده او فقاعات جوه الزيت، فيخلي لي الزيت الوزن بتاعه يقل ويطلع لي على السيرفس بسهوله جدا. تعالي كده بقى واضح شويه. طيب الاسئله الثانيه. رابط قناه حاضر الهندسه حالا هبعته لك. What the difference between blast joint and perforation joint؟ Perforated joint دي ماسوره مخرمه. Blast joint ماسوره سمكها كبير جدا عشان ما لو حصل إروجن ببساطة يا شباب. خليني معلش الحتة دي طالما معنا وقت. البلاست جوينت هي عبارة عن ماسورة سمكها كبير شوية، في حد سأل حاجة بس قبلها. كيلينج فلويد موجود في الانيولس، الشيفتنج العملية اسمها ايه؟ عملية شيفتنج. سليك لاين بشيفتنج تول عشان انا نفتح ال ترجع مرة تانية للجاز ليفت. تمام شيفتنج جميل موجود كيلينج فلويد في الانفاس، طبعا في كيلينج فلويد بس طبعا في حاله الجاز ليفت لا خلاص ما بيبقاش في كيلينج فلويد بسحبه. الديفرنس بتوين البلاست جوينت والبرفوريتد جوينت. البلاست جوينت يا شباب، البلاست جوينت دي زي ما انا قلت لك لو انا عندي في تيوبنج دي ماسوره تيوبنج هي عاديه جدا، لكن انا كنت من شويه حاطط هنا كده جزء مثلا وليكن اكس نبل، تخيل كده شكل الفلو اللي طالع من البير، الفلو دلوقتي اللي طالع من البير دلوقتي وهو طالع لفوق هيعمل ايه؟ اول ما هيجي يخبط في الحته دي هيبدا يعمل لي فيه هنا تربلنت فلو، هيبقى فيه منطقه دوامات ومنطقه مشكله قوي. طيب بعد ما يعدي من هنا برضه هيلاقي نتيجه ان في ريستريكشن في الفلو، فالاماكن اللي حوالين الجوينتس دي دايما بتبقى منطقه فيها تربلنت عالي جدا. طيب ايه الحل؟ الحل ان انا اقوي المنطقه دي طالما هي دي المنطقه اللي فيها مشاكل، اقويها لي من هنا وفي نفس الوقت اقويها لي كمان من الحته اللي هي الاب ستريم وداون ستريم او من تحت وفوق. فبالتالي بستخدم ماسوره قويه من هنا عشان لما تتعرض لتربلنت وتفقد جزء من وزنها او يحصل لها ايروجن تفضل زي ما هي قويه، ونفس الموضوع فوق هنا، فعشان كده بنستخدم حاجه اسمها البلاست جوينت، وتحت برضه استخدم بلاست جوينت. عباره عن ماسوره قصيره مثلا طولها حوالي مثلا 4 قدم، لكن لو مواسير الكيسنج سمكها كده لا، مواسير البلاست جوينت بقى سمكها هيكون كده، ماسوره محمله فعلا يعني. طيب البرفوريتد جوينت ماسوره مخرمه مش اكتر. however can we get the video؟ تمام رابط القناه جميل، يا ريت لو كان رابط القناه. معلش يا شباب خليني
بسرعه. تمام استاذ، دزيت رابط القناه انا بالجروب ودزينا. جميل 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 يا هندسه. طيب هل اكسسوارز لكل الابار؟ طبعا كل الابار الناتشرال فلو بينزل لها اكسسوارز، مفيش بير في العالم بيبقى عباره عن تيوبنج وباكر. اكسسوارز دي دايما هتلاقيها، لكن مش لازم تلاقي كلها. في ابار ما فيهاش اس اس دي، في ابار ثانيه ما فيهاش بلاس جوين، في ابار ثالثه ما بيبقاش فيها مثلا اكسبانشن جوين، لكن ميجور من الاكسسوارز دي هتلاقيها موجوده في كل الابار. ده رابط القناه يا شباب، هو موجود في الكونفيجريشن. الله يكرمك. الواي تول، حوار الواي تول دي عباره عن ايه يا شباب؟ عباره عن انا في نوع من انواع الارتفيشال ليفت اسمه الاي اس بي او الالكتريكال سبميرسبل بامب، هيكون مع مهندس محمد الشيخ بكره ان شاء الله يشرح لنا الجزء ده بالتفاصيل. اللي هيحصل ايه يا شباب ببساطه؟ الاي اس بي دي بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن اني عندي في ماسوره تيوبنج، وانا بحط بامب هنا كده تحت في الجزء ده عشان ان انا تسحب من البير وتطلع لي على السيرفس. طيب لكن دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ ببساطه جدا لو انت حبيت تنزل بسليك لاين جوه البير مستحيل ان انت تعرف تعدي، صح؟ طيب ايه الحل بقى في الوقت ده؟ الحل ده ان انا بجيب حاجه اسمها الواي تول شبيهه بحرف الواي. معلش انا يمكن معلش خليني اعملها بشكل نظيف شويه. الشكل اللي احنا شايفينه كده يا شباب بكل بساطه البامب هروح اركبها هنا كده، يعني في الجزء ده هتبقى هنا البامب، والجزء ده في النورمال كونديشن بتاعي والبير بينتج هبقى قافل الحته دي، البير مقفول هنا ببلاك بامب، فهيبدا البير يسحب من بالبامب الاي اس بي ويضخ لي فوق في التيوبنج. طب لو في اي وقت حبيت ان انت تنزل بسليك لاين جوه البير الموضوع هيكون سهل جدا. انزل الاول حط بلاجه هنا كده في المكان ده، اقفل قدام البامب، طلع البلاجه اللي في البير اللي هنا، طلعها من البير خلاص، وابدا انزل بسليك لاين، اعمل الجوبايه اللي انت عاوزها في البير، وفي باي باس كده معاك فدي بنسميها الواي تون. الكومبليشن بتاع ابار الغاز مش دايما نفس ولا حاجه، لا في بيبقى في اختلافات باستمرار في ابار الغاز. سيفتي بارير ان ذا ويل سيفتي فالف ار ذي ديتيلد ان سبيسيفيك ستاندرد؟ طبعا عندنا في اي بي اي بيتكلم في البريشر بتاع السب سيرفيس سيفتي فالف، في عندنا اي بي اي كامل ستاندرد بيتكلم، مش فاكر تقريبا 6 اي او 6 بي او حاجه كده، لكن بيتكلم عن الليك ريت الاكسبتد والتفاصيل بتاعتها، يعني ايه ترفع المضخه احسن بالظبط. هنزل بسليك لاين عادي جدا، يعني الواي تول من الاخر مش عارف موجوده في العراق ولا لا، لكن موجوده في السعوديه كتير جدا، موجوده في مصر شويه. زي ما قلنا هي الهدف الرئيسي منها هي انها تقدر انها تعمل لي اقدر اعمل باي باس على البامب، انزل جوه البيل واطلع من البيل بسهوله من غير اي مشاكل. اي اسئله تانية يا شباب؟ في حد عنده اي حاجه حابب ان هو يسال عنها؟ معليش صدعتكم النهارده. اتمنى بالعكس استاذ، اي شخص عنده استفسار ممكن يسوي ريز هاند او يكتب اوكي فانكشن فلو كابلنج. جميل. الفلو كابلنج والبلاست جوينت الاثنين زي بعض، لكن انا قلت لك ان البلاست جوينت مشكلتي كلها ان هيحصل لي انترنال اوروجن هنا كده في المنطقه دي نتيجه التربلنت فلو اللي هيحصل، فانا بدعم البايب دي من جوه، يعني بخلي السكنس بتاعها من جوه اكبر. طيب الفرق ما بينها بقى وما بين الفلو كابلنج، تعالى كده نبص. لو انا عندي بير والبير ده فيه تيوبنج، بكر، وببساطة جدا عندي فيه هنا بيرفوريشن، متخيل ابار الغاز نفس الكومبليشن؟ لا لا مش لازم، هوريك دلوقتي 20 كومبليشن مختلف لابار الغاز ما بين، الله يكرمك يا هندسه. فبصوا يا شباب ببساطه جدا،
البلاست جوينت الباشمهندس اللي بيسال على الفلو كابلنج. بص كده دلوقتي اللي هيحصل، الفلو اللي جاي من البيل ده ومحمل برمل ومحمل بسكيل ومحمل ببلاوي هيجي يدخل يخبط في المواسير بتاعه تيوبنج بقوه رهيبه، فهيعمل ايه؟ هيعمل دامج للجزء الخارجي من البايب. فالحل خلي البايب دي تكون سميكه شويه او مصنوعه من السيراميك او مصنوعه من حاجه تتحمل الايروجن او المشاكل اللي ممكن تحصل لي هنا. فعشان كده ببقى حاطط بستخدم الماسوره دي تكون سميكه شويه لكن السمك بتاعها من بره مش من جوه، لكن البلاست جوينت بتكون السيكنس بتاعها زياده من جوه زي ما احنا شايفين كده. يعني ماسوره تخينه من بره، ماسوره ثانيه تخينه من جوه. في حال كان عندي بيرمننت باكر بس ما نجحت اعمل له انكر واريد احرر عمليه التحرر، ما هي الطرق التي انكر استخدم؟ من الاخر انا ما عنديش حل تاني ان انا اعمل حل، يعني ان انا اطلع البيرمننت باكر لحاجه من اتنين. الاول هحاول اعمل اوفر بول عليه، هشده باقصى قوه ممكنه 50000 بي اس اي مثلا، 50000 باوند، 50000 باوند دول عملوا ريليز للبكر الحمد لله الدنيا تمام. ما عملش ريليز خلاص هنزل افك البكر، افك المواسير بتاعه التيوبينج وانزل اعمل له ميلينج على طول، ما بيبقاش فيها حل تاني. السردات، السردات ما فيهاش تفاصيل كتير. الكومينج البرودكشن ده نوع من البرودكشن ببساطه، الكومينج البرودكشن يا شباب انا اقصد بيه ان انا بيكون عندي ده الكيسينج، ده التيوبينج، ده البكر. بس وانا بحفر لقيت فيه طبقه هنا كده في المكان ده، الطبقه الاولى، ودي الطبقه الثانيه. فانا هعمل كومينج البرودكشن يعني او كومينج الكومبليشن، هو ان البرودكشن اللي هنا والبرودكشن اللي هنا هاخدهم من نفس السترنج، بقى عندي سنجل سترنج ماسوره واحده وجايبه انتاج دول زون او منطقتين. تمام. طيب الفام توب تمام استاذ كو. سؤال باليوتيوب يقول شنو الفرق بين الانتليجنت كومبليشن والكونفينشنال كومبليشن باختصار؟ جميل جدا، جميل جدا. ده المفروض ان في جزء هيبقى من المحاضرات بتاعتنا عن السمارت كومبليشن. ببساطه السمارت كومبليشن يا شباب هو ان انا بستخدمه في كونديشن طف شويه، يعني مثلا بيت في البحر في السب سي مش هينفع ان انا اعمل له الحاجات دي وكل يومين احتاج ان انا اعمل له سليك لاين وواير لاين وافتح مش عارف ايه بسليك لاين، لا ده كونفنشنال قوي. لكن انا محتاج شويه حاجات الكترونيه وحاجات سمارت واقدر اتحكم فيه وايرلس واتحكم فيه مش عارف ايه، فبيبقى فيه شويه لعب كده وشويه دلع. زي ان انا على سبيل المثال بكون حاطط فيه جيجز باستمرار بتقيس البريشر والتمبريتشر بتكون موجوده تحت في البير تديني قرايات وايرلس مثلا، بكون منزل كابل كهرباء على سبيل المثال عشان يديني اقدر ان انا افتح حاجه واقفل حاجه جوه البير. بيكون فيها تفاصيل كتيره جدا. الفكره فيها ان انا بستخدم هاي تكنولوجي عشان المكان اللي البير فيه مكان صعب ان انا اوصل له، موجود في الديب ووتر، موجود في السب سي تحت الميه، موجود هاي تمبريتشر، واللي مفيش حاجه هتشتغل معاه غير ان انا اشتغل معاه بالكونديشنز اللي هي السمارت كومبليشن. الكونفنشنال زي ما انت شفت الاجزاء اللي احنا اتكلمنا فيها. في اي اسئله تانية يا شباب؟ ان شاء الله هعمل لكم شير دلوقتي باذن الله البرزنتيشن على طول، هبعتها للبشمهندس على طول يعمل لها شير. الفيديوهات هحاول ان انا ارفعها له برضه باذن الله حالا. اتمنى ان الكومبليشن يكون الدنيا بالنسبه لنا تمام. ايه الله يكرمك يا هندسه، وان شاء الله نشوفكم جميعا على خير باذن الله. احنا معانا لسه سيشنز جايه الفتره اللي جايه في الويل هيد اوبريشن واكويبمنت وانواع الكريسماس تريز والكلام ده، فان شاء الله نتكلم فيها مع بعض باذن الله. لو في اي حد واجهه اي سؤال في الاجزاء اللي هيسمعها الفتره اللي جايه ان شاء الله نشوفكم على خير قريب باذن الله. وشكرا جزيلا لوجودكم، ربنا يكرمكم جميعا يا شباب. شكرا جزيلا. تمام، شكرا جزيلا لك استاذ عامر، صراحه محاضراتك الاشراعه ما قصرت. شباب عندي ملاحظات بخصوص الكويز، الكويز راح ينزل بعد المحاضره مباشره وتقدرون تجاوبونه، راح يكون لمده يوم، ممكن يكون شوي اكثر لان شفت بالتعليقات اشخاص قالوا احنا مشغولين، فماكو مشكله ممكن نمدد وقت الكويز، لكن كلش مهم تحلون الكويز، راح يكون بخصوص الثلاث محاضرات اللي فاتت. وان شاء الله مثل ما ذكر استاذ عامر راح تكون عندنا سيشنين بعد من قبل استاذ عامر بخصوص الويل هيد اوبريشن والايكويبمنت مالته،
وإن شاء الله نشوفكم على خير بالمحاضرة القادمة إن شاء الله غدا بنفس التوقيت الساعة 8. شكرا جزيلا أستاذ عامر، شكرا جزيلا جميع الحضور، نلتقي بكم غدا إن شاء الله، مع السلامة.